كورس في انتي باقة مهمج كورس في انتي باقة مهمج بعد كده كورس في اكسلينتال ايمج او اغاثر السنتا انت سألي بقى على الكمبيليكيشنز بالنوزس طايبس تريتمنت يعني ايه اكسلينتال ايمج او اكسل ايتمز بعد البلسنتا كنا احنا ناخد الموضوع كده مقارنة بعض احنا ناخد الموضوع موضوع كمبيليكيشنز بيجي او اكسلينتال ايمج نبدأ كده الموضوع الأول بتقسيمة classification للبليدنج وسبيبتي لو واحدة بريجننت وعليها بليدنج هفكر فيها ازاي دي واحدة حامل وعليها بليدنج أي بليدنج أثناء البريجننسي أبنورمال على طول فحاجة من الاثنين يا إما نكون احنا لسه قبل 20 أسبوع من الحمل يا إما نكون بعد 20 أسبوع والحمل كام أسبوع طبعا ما هو 140 أسبوع فلو احنا أقل من 20 أسبوع هفكر في حاجة من ثلاثة حاجة من ثلاثة اللي هم يا أروشن يا إكتوبيك يا فيزيكال مود والثلاثه دول خدناهم يعني ايه الحاجه المشتركه ما بين الروشر والكتوب والفيزيكال مود الثلاث مواضيع دول مالهم بيعملوا بليدنج في الايرلي بريجننسي ايرلي يعني قبل 20 اسبوع بليدنج في الايرلي بريجننسي لو واحده في الشهر الثاني او الثالث او الرابع او الخامس وعليها بليدنج انا بفكر كده في حاجه من الثلاثه دول يا روشر يا كتوب يا فيزيكال مود طب ممكن يكون في سبب رابع للبليدنج ان هو يكون لوكال جاينيكولوجيكال كوز جاينيكولوجيكال كوز يعني ايه؟ يعني الجنتال تحت نفسها بتنزل بلاد يعني مثلا لو في ألسر على السيركس او لو في بوليب او لو في ايروجن ماشي المهم حاجه جاينيكولوجيكال لكن الحمل نفسه سليم يبقى دلوقتي في ثلاثه اوستاتيك بوزس واحده ايه؟ جاينيكولوجيكال الثلاثه الاوستاتيك هم الابورشن اكتوبيك وذكرى مود وواحده جاينيكولوجيكال بقى اي حاجه في الجنتال تراكت فيكوز فين بوليب ألسر ايروجن مش مشكلتي دلوقتي خالص انا بتكلم عليها انا واخد اوستاتيك طب خلينا بقى بليدنج على 20 اسبوع بليدنج على 20 اسبوع بيسموها بليدنج ليت بيت مثلا لها اسم ثاني ناخد بالنا منه بليدنج ليت بيبقى اسمه انتي بارتم هيموريج اسمه كده انتي بتتكتب ازاي انتي ماشي انتي بالايه كده انتي بارتم انتي بارتم هيموريج يعني نزيفه قبل الولاده يبقى ايه الديفينشن بتاع انتي بارتم هيموريج بليدنج بعد 20 اسبوع لحد ايه لحد الولاده ولاده مين ولاده البيبي نفسه لحد دليفر اوف ذا فيتس ده الانتي بارتم اسبابه ايه بقى بعد 20 اسبوع خد بالك الغلطه اللي بتحصل في الشكوي لما لك منشن كوز اوف انتي بارتم هيموج في ناس كتير بيمذاكر وكل حاجه بس الستريس الامتحان بيخليه يقسمها بقى انتي بارتم هيموج يقول له ايه ايه ليت انتي بارتم مش ديونج بيج انتي بارتم ايه ليت بس يقول لك انتي بارتم مش خش على طول في الليت هو حد يقسمها لي ايه ليت دي غلط ايه ليت ده لو بليدنج ويز بيجنسي اصلا لكن انتي بارتم هيموج ده الليت بس الليت اسمه انتي بارتم هيموج ايه اسباب البليدنج ليت؟ ليت ده يعني خلاص بقى في بيبي اهو موجود وفي بلاسينتا ويل ديفلوبت فالبليدنج بيجي منين؟ بيجي من البلاسينتا سيباريشن عشان كده معظم اسباب الانتي بارتم هيموج هي بلاسينتا سيباريشن بلاسينتا سيباريشن بيسموها بلاسينتا سايت لكن ممكن بلاسينتا ثابته وكل حاجه وكويسه البلاد جاي اكسترا بلاسينتا جاي من مثلا الامبريكال كورد مثلا او من اليوترس ذات نفسه فبيسموها اكسترا بلاسينتا يبقى اسباب الانتي بارتم هيموج لما نيجي نقسمها نقسمها الى بلاسنتال و اكسترا بلاسنتال بلاسنتال زي ايه بلاسنتر سايت لو البلاسنتا موجوده في الابر يوتراين سيجمنت بيسموها اكسيدنتال هيموج او الاسم الثاني بتاعها وهو ده الاسم الاهم كمان اسمها ابواب شو بلاسنتا ابواب شو بلاسنتا طب لو البلاسنتا موجوده في اللور يوتراين سيجمنت تحت بيسموها بلاسنتا بيفيا
ايه الحاجه المشتركه ما بين الموضوعين اللي احنا هناخدهم النهارده؟ دول موضوعين احنا هناخدها النهارده، بس انت بتجي ايه الحاجه المشتركه ما بين الاثنين؟ ان هما الاثنين بيعملوا بليدنج بعد 20 اسبوع. وسبب البليدنج ايه؟ بلاسنتا الايه؟ سيباريشن. بس الفرق ما بينهم البلاسنتا فوق البلاسنتا تحت اسمها بلاسنتا بيبي يعني. ماشي كده؟ طيب في سبب ماشي دي البلاسنتا سايت. ممكن البلاسنتا سليمه تمام مفيش فيها مشكله، لكن الدم جاي من بره البلاسنتا، اكسترا بلاسنتا جاي منين يعني؟ من الاورتا ليتاس نفسه. لو الاورتا ليتاس رابشر هينزل بلد، بقى البلاسنتا سليمه بس ليتاس هو اللي ايه؟ رابشر. يبقى اكسترا بلاسنتا زي ايه؟ زي رابشر ليتاس. كمان ممكن الامبلايكال فيزلز نفسها في الكورد كده رابشر. قلنا الحته دي قبل كده في النورمال بريجنسي، دي بيسموها فازا رابشر. ايه فازا بيبيا؟ يعني الامبلايكال فيزلز هي اللي رابشر. فازا يعني فيزلز، الامبلايكال فيزلز موجوده بيبيا هيحصلها ايه؟ هيحصلها توم لانها مش سبورتد بالامبلايكال كورد، اسمها فازا بيبيا. يبقى عندنا فيها رابشر ايتس، ممكن من الكورد يبقى اسمها فازا بيبيا. ممكن دم جاي من السيرفيكس. ايه الدم اللي جاي من السيرفيكس ده؟ بيسموها بلادي شو. بلادي شو هو الطبيعي ان في حاجه اسمها الشو اصلا، دي علامه الولاده اللي بتنزل في الولاده. لكن في ستات مش عارفين ان علامه الولاده بيبقى فيها بلط. يعني في ناس مش عارفين ان الشو دي فيها بلط، فتيجي تقول لك انا بينزل عليا دم، تيجي تفحصها تلاقي السيرفكس بدأ يفتح وتلاقي جوانت عليه مخاط كده اللي هو ايه ميوكس يعني، وعليه كمان ايه بلاد معاه. نعمل ايه بقى؟ ايه المانجمنت بتاع البلاد شو؟ اعرفه؟ لا لا ده عادي، لان هي علامه الولاده ما هياش حاجه دينجرس ولا بتاع. ده دي بلاد شو، دي علامه ان انت هتولد النهارده. يبقى بلادي شو دي من علامات الابا ومفيش فيها اي مشكله خالص. طيب نفس اللوكال كوزس اللي عملت ايه اللي تعمل ليت وتعمل في واحده نون نود بريجننت، فبرضه لوكال كوزس تعمل، برضه جنرال كوزس تعمل. حد حافظ على اسباب بليدنج؟ تعرف تقولهم؟ اسباب البليدنج في الايرلي بريجننسي ايه؟ الايرلي بريجننسي الابورشن والاكتوبيك والفيزيكولار. طيب في سبب رابع؟ مش اوبستاتيك. ممكن يكون سبب ايه؟ جاينكولوجيكال كوز. يعني ايه جاينكولوجيكال؟ في جيتال تراك نفسها يعني الحمل سليم. طيب ماشي، تعرف تقول لي الاسباب البليدنج بتاع الانتي بادي مهمه؟ جاينكولوجيكال او ستاتيك. ماشي خلينا في الستاتيك. لا لسه احنا او من بالك الكود دي بقى بصا بيجي او جنرال كوز او جنرال كوز بقى ده اسمه لوكال كوز. في بقى جنرال كوز اوف بليدنج بلاد ديزيز انتي كوياجولانت دراجز كده تمام. دي تاثير البليدنج وسبيجنس. في يعني دلوقتي احنا كده جاوبنا سؤالين، كوز اوف بليدنج وسبيجنسي ده سؤال كبير، في كوز في انتي باوتم هيموش بس ده ممكن يتسال. فاحنا موضوعنا النهارده ان شاء الله اللي احنا هناخده النهارده اللي هو الانتي باوتم هيموش، المفروض اللي حضر الراجل عن ما يغيب. يبقى احنا خدنا ايه؟ ابوشن اكتوبيك فيزيكال امور. ربنا يسهل ان شاء الله، هنحاول قدر الامكان ان احنا نعيد حصه امبارح في اي وقت كده يبقى في سبيس عشان ايه الناس اللي غابت امبارح. خلاص لكن احنا ماشيين عادي كده لحد ما يبقى في وقت متاح لنا نقوم عايزين. فاحنا النهارده هناخد ان شاء الله بلاسنتا بيبا اكسنتال هيموش، دول اللي هم يساوي انتي باطم. يبقى احنا النهارده انتي باطم هيموش. مستعدين؟ النهارده المفروض هنخلص المذكره دي. المذكره الثانيه من خمسه. مش احنا قلنا الاستاذ الخمس مذكرات؟ اللي لسه مش اويتد بالمنهج عامل ازاي؟ ما هو الاستاذ الخمس مذكرات. نورمال بريجنسي دي احنا خلصناها، كان اول حصه احنا خلصناها في المراجعه في حصتين. نورمال بريجنسي اللي هي البلاسنتا والفيتال والبينج والكود والدايجنوست بريجنسي، الكلام اللي احنا خدناه في اول حصتين. تاني مذكره اللي هي البليدنج اللي هي ايه؟ اللي هي الابورشن ستوبيك فيزيكال هرمون بلاسنتا بيبي اكسنتا ليمون. فاحنا النهارده هنخلصها ان شاء الله. بكره ان شاء الله او قصدي المره الجايه يعني هناخد ايه؟ هنبدا في المذكره الثالثه اللي هي الميديكال ديزيز. بعد كده هنوقف ان شاء الله بقى، هو يبقى فاضل كده قصدي مذكرتين اوبستاتيك، احنا هم خمس مذكرات. بعد كده يبقى في ليبر هناخدها لسه قدام شويه. بعد كده ان شاء الله في جزء بعد ليبر اسمه بوست باتم. يبقى هم خمس مذكرات، النهارده هنخلص مذكره ثانيه. عايزين كده اكتيفيتي شويه من ايه، نشد شويه كده في المذاكره ان شاء الله عشان نخلص خلال شهر. نبدا النهارده انت باتم هيموش بلاسنتا بيبيا واكسيدنتال هيموش. الاسم الثاني بتاع الاكسيدنتال هيموش في سؤال بيجي بالاسم الثاني ابوكشو بلاسنتا. خد بالك عشان في ناس بتقراها غلط، يبقى كلمه ابوكشو ابوشن كومبليكيشن اوف ابوكشو بلاسنتا، يبقى قارئها ايه؟ ابوشن. خلاص فخد بالك. بالنسبه للبلاسنتا بيبيا ناخد فيها الديفينيشن، هناخد مقارنه كده ديفينيشن انسنس كوزس كومبليكيشنز تايمز
clinical picture symptoms or signs or investigations where to treat the differential babies. دي الايتم اللي انا هقولها النهارده. خلصنا يبقى كده خلصنا الموضوع بتاع الانتي بوتن. نبدا كده يلا ديفينيشن. يعني ايه بلاسينتا بيبي؟ يعني بلاسينتا موجوده فين؟ في اللور يوتراين سيجمنت بتاع اليوترس. طب هو ده نومر سايت ولا ابنومر سايت؟ هو ايه النومر سايت اصلا؟ يعني ده موجوده في الاور يوتراين سيجمنت. بوستيريور ده مور كومن زي الانتيريور بس كده هما ايه نورمال. فهنا الابنورماليتي اصلا البلاسينتا موجوده في اللور يوتراين سيجمنت. السايت نفسه من الاول غلط. لكن هنا الاكسيدنتال هيموج الاكسيدنتال هيموج على البلاسينتا موجوده فوق. طب انا نورمال سايت، امال ايه المشكله بقى؟ ايه المشكله يعني ان هي موجوده فوق؟ ان حصلها سيبريشن بالفعل. يبقى هنا جايه لي بالبلاسينتا بالفعل سيبريتد، فالساينسز اللي مفتوحه دي هتنزل براد. اما البلاسينتا بيبيا اللي جايه لي بالبلاسينتا موجوده فين؟ في اللور يوتراين سيجمنت. ولما تكون موجوده في اللور يوتراين سيجمنت خلاص هو ده الباثولوجي اصلا. طيب ايه اللي بيحصل لما البلاسينتا تكون موجوده في اللور يوتراين سيجمنت؟ هيحصلها سيبريشن. فلو سيبريتد هيحصل ايه؟ نزل براد. فلو جايالي بالبلاسينتا موجوده في الرايتن سيجمنت وسيبريتد الحاله دي اسمها ايه؟ بلاسينتا بيكيا. طب لو هي مش سيبريتد، لو في الرايتن سيجمنت بس مش سيبريتد لسه، اسمها بلاسينتا بيكيا برضه عادي. يعني قصدي بلاسينتا بيكيا قبل ما تنفصل اسمها بلاسينتا بيكيا، وبعد ما تنفصل اسمها بلاسينتا بيكيا. طب اكسنتا هيموج قبل ما تنفصل كانت واحده نورمال وست عايشه حياتها عادي خالص، وفجاه بلاسينتا انفصل. خلاص فالاكسنتا هيموج دائما ما بنشوفش الا في الامرجنسي بس. يعني ما بنشوفهاش الا وانا قاعد في الامرجنسي روم كده البيشنت هتجي لي باكسيدنتال هيموج. ما بنشوفهاش يعني ما بنشوفهاش في الانتينيتال كير. لكن بس انت بيبيا ممكن كده وممكن كده. لو هي جايه لي باتاك اوف بليدنج دلوقتي خلاص هشوفها في الامرجنسي. لكن لو انا بعمل سونار لقيت بس انت موجوده تحت هقول لها انت بس انت بيبيا خلاص، وهقول لها انت بس انت بيبيا ويحصل لك سيبريشن في اي وقت. خلاص فهي قبل ما تنفصل بس انت بيبيا وبعد ما تنفصل برضه بس انت بيبيا. يعني مين الاخطر من اللي انا قلته ده كله؟ اكسنت هيموج يعني ما كنتش متوقع. كانت واحده عاديه خالص وعايشه حياتها عاديه وفجاه حصل بليدنج ما كناش مستعدين. لكن بلاسينتا بيبيا انا عارف من الاول ان هي هيجي لها اتاك في اي لحظه، عشان كده البلاسينتا بيبيا المفروض انها تبقى هوسبيتالايزد من بدري كده، تبقى هوسبيتالايزد وقاعد مستني السيبريشن ده في اي وقت. هو ما حدش يقدر يمنع السيبريشن بس هيحصل السيبريشن ده في اي في اي وقت، فانا اكون مستعد وجاهز بلاد ومجهز كل حاجه. لكن اللي كان عارفني ان هي بلاسينتا بيبيا ان انا عامل صناعه الاقي البلاسينتا تحت. وانا بالالترا ساوند اقدر احدد مكان البلاسينتا فين. فانا بقول لها البلاسينتا بتاعتي كمان موجوده في اللور يوتراين سيجمنت. طب يا دكتور ايه المشكله؟ في اي لحظه يحصل لها سيبريشن. طب اعمل ايه؟ يبقى انت محتاجه هوسبيتاليزيشن في الشهر الثامن والتاسع كده، ممكن تقعد بالثلاث شهور في المستشفى. هو البلاسينتا بيبيا الموضوع كله انسجنفيكانت لحد 28 اسبوع. اما ابدا اعرف انا البلاسينتا بيبيا امتى؟ بعد 28 اسبوع. يعني لو انا لقيت بعد 20 اسبوع البلاسينتا في الرايتن سيجمنت مش مهمه، معلومه مش مهمه، لكن فوق ال 28 اسبوع الموضوع بقى سيجنفيكانت. حد يعرف ليه؟ اللي هو تفسير البلاسينتا بيبيا كله اللي هو البارت ريجستريشن. اشمعنى 28 اسبوع بالذات؟ اشمعنى الرقم ده؟ اللي هو البارت ريجستريشن بالظبط، عشان اللي هو الرايتن سيجمنت اللي هي البلاسينتا لازقه عليها دي ما بتبقاش خلاص ستريتش الا 28 اسبوع. فدايما البليدنج ما بيحصلش قبل 28 اسبوع. امال يبدا يحصل امتى؟ بعد 28 اسبوع، عشان الستريتش ده بيحصل بعد 28 اسبوع. فانا لو لقيت بس انت بقى 20 اسبوع انسجنفكت. اصلا حالات كتيره لما لقيت يبدا يكبر كده يبدا ايه؟ ياخد البلاسينتا مع اللي فوق. فمعظم الحالات بتتصلح على 28 اسبوع. لكن لو قعدت 28 اسبوع ولسه البلاسينتا بيبيا خلاص بقى دي اسمها فعلا البلاسينتا بيبيا خلاص. خلاص فعشان كده انا بحب ابدا احجز البيشنت بقى في المستشفى قاعد مستني الاتاك. خلاصه الكلام اكسنت ريموج اخطر بكتير من البلاسينتا بيبيا. وفي تفسير تاني برضه هقوله لك وانا بقول التايبس. انا بس بدي تلخيص سريع بس كده تفهم الموضوع كده نخش بقى نتكلم فيه. طيب نبدا يلا ديفينيشن. يعني ايه بلاسينتا بيبيا؟ بلاسينتا سيتويتد انتو ذا لور يوتراين سيجمنت. سواء انفصلت ما انفصلتش خلاص مش هتفهم معانا في الديفينيشن. لكن اكسيدنتال هيموج اللي جايه لي مفصوله يبقى الديفينيشن بريماتيو سيبريشن اوف نورمالي سيتويتد بلاسينتا. اوكي ديفينيشن. طيب مين الاكثر؟ طبعا الحاجه النورمال اكثر من الابنورمال. يبقى الاكسيدنتال هيموج دي 1% لكن ايه؟ 1 على 200 يعني نص في المية. يعني 1% دي نص في المية. طب بالنسبة للكوزس، الكوزس مش مهمة في البلاسينتا بيبي. الكوزس نظرية هو انون كوز أصلا، لكن قد يكون من الأول الإمبلانتيشن حصل تحت فالبلاسينتا طلعت تحت اللي هو إمبلانتيشن أوف بلاستوسيست. دي نظريات مش مهمة يعني. تاني نظرية بتقول إن في لارج بلاسينتا. إزاي لارج بلاسينتا؟ اهو لو رسمنا اليوترس كده هي لما كانت تصوم البلاسينتا كانت كده بس عشان هي لارج البلاسينتا وصلت لتحت.
يبقى عايزين نغير حاجه كده انت كنت فاهمها غلط. انت كنت فاكر ان البلاسينتا بيبي يعني كل البلاسينتا تحت. لا مش كل البلاسينتا تحت، يعني يهمني اللي هو ايجي بتاعها واصل لتحت. يعني ممكن البلاسينتا تكون واخده الانتيرول كده اهو كله ماشي وواصله تحت البيبي، برضه بلاسينتا بيبي. مش معناه ان كل البلاسينتا تحت البيبي، ما قلتش كده. فكلمه بلاسينتا بيبي يعني اللي هو ايجي بتاع البلاسينتا واصل للور تنسي. فاللارج بلاسينتا تعمل ايه؟ تعمل بلاسينتا بيبي. زي ايه لارج بلاسينتا؟ اكزامبلز كتير، اشهرها دايابيتس وتوينز. عايز اكزامبلز اكتر من كده هتلاقي حاجات ثانيه كتير، بس اشهرهم دايابيتس وتوينز. عشان كده دايابيتس وتوينز من اسباب البلاسينتا بيبي. ما تقوليش ازاي الدايابيتس هيخلي مكان البلاسينتا يتغير، هو بيخلي لارج بلاسينتا. طالما البيبي كبر البلاسينتا بتاعته بتكبر. خلاص كده؟ تمام. يبقى كده بالنسبه للكوزس قلنا اول حاجه ايه؟ لو امبلانتيشن بلاستوسيست. تاني نظريه كل لارج بلاسينتا زي الدايابيتس والتوينز وحاجات ثانيه. في برضه حاجه كمان برضه لو في بريفيس بلاسينتا بيبي ممكن يحصل ريجارس. ودي من الحاجات الكومون جدا ان يكون عندها بيبيس بلاسينتا بيبي فبتزود الانسلنس اوف ريكارس. ده من اكثر الاسباب اللي بتعمل بلاسينتا بيبي. حاجه اخيره برضه لو في بيبيس سكار في اليوترس. بيبيس سكار في اليوترس تعمل بلاسينتا بيبي. زي ايه اشهر سكار في اليوترس؟ سكار بتاع السيزيان سيكشن. سكار سيزيان سكار دي ان بي سي. المهم يعني سكار في اليوترس خصوصا سكار بتاع السيزيان سيكشن. وهنا المشكله بقى هو دلوقتي لما بيكون في سكار حته فيبوز ده كده. في حته فيبوز ده بيقول لك في نظريه كده يعني بيقول لك ايه ان هو لو في فايبوزس هنا فالبلاسينتا دلوقتي يعني لو البلاسينتا صغيره اسمي معلش يعني لو في سكار هنا كده هنا في البلاسينتا دلوقتي المفروض عشان تعدي البلاد للبيبي الحته دي اللي فيها سكار دي مش بيعدي فيها بلاد كويس فتبدا البلاسينتا تفرد شويه تطبع نفسها فتبدا تمتد كده تكسبند كده لحد تحت عشان تزود السيرفيس اريا ماشي فدي بيسموها ديفيشنت ديسيبر كلمه كده مش مهم مش مهم تفهمها يعني. المهم ان السكار بتاعت اليوترس لو في سكار في اليوترس تعمل ايه؟ تعمل بلاسينتا بيبي. عشان كده الستات اللي بتحب سيزيان سيكشن ما هياش عارفه الكلام ده. خلاص هم بيحبوا سيزيان سيكشن وخلاص. سيزيان سيكشن بقى لما يجي عليها كمان بلاسينتا بيبي اصبح في مصيبه ثانيه كمان بقى ممكن تحصل. بس دي يعتبر كومبليكيشن مشروحه في كومبليكيشن. ايه بقى المشكله؟ ان بقى بلاسينتا بيبي يعني. في واحده عامله سكار قبل كده سيزيان سيكشن قبل كده المشكله مش ان هي بيبي في مشكله ثانيه اخطر بتموت اكتر. ان البلاسينتا دي مكان السكار تبدا تعمل له ايه؟ انفيجن. مش ده فايبر ستيشن؟ تخش جوه الفايبر ستيشن. الحاجه الوحيده اللي تمنع البلاسينتا ان هي تخش تعمل انفيجن هي ايه؟ الديسيدوا. الديسيدوا اللي هو الاوريتاليتس هو ده اللي يمنع البلاسينتا انها تخش. اي حاجه ثانيه وانس البلاسينتا لازقت فيها بتعملها انفيجن. فهنا سكار السكار دي البلاسينتا تخش جوه السكار وتعملها انفيجن. ايه اللي يحصل يعني؟ الست دي بعد ما تولد البيبي سواء فاجينال او سيزيريان. قول سيزيريان حتى. اجي ابص الاقي البلاسينتا والاوريتاليتس فيوزد مع بعض. حاجه لازقين في بعض. هتعمل ايه؟ هتشيلها بالعافيه؟ هتشيل اليوترس بالظبط كده، ده ابسط حاجه، اقل حاجه يعني هيستريكتومي. خلاص في البلاسينتا الاديجنز دي اقل حاجه تحصل كده هي هيستريكتومي. الموضوع بيبقى خطير جدا يعني. تمام، يبقى كده ده يعتبر كومبليكيشن، يبقى ايه الاسباب الثانيه؟ عد معايا اربع اسباب كده. قلنا ايه؟ لو امبلانتيشن بلاستوسيست، ثاني حاجه لارج بلاسينتا، قلنا اكزامبلز، بريفيس بلاسينتا بيبيا، بريفيس سكار. دي كلها نظريات. طيب بالنسبه بقى لاسباب الاكسنتال هيموجي اهم شويه حتى انا في الكوزس وانا بكتب الكوزس كسؤال قلت اسباب الايه؟ اكسنتال هيموجي ما قلتلكش في مفيش سؤال اسمه اسباب البلاسينتا بيبي خلاص كان سؤال اسباب الاكسنتال هيموجي دي مهمه جدا جدا او معنى صح هي واحده مهمه والباقي براحتك لو نسيت اي حاجه هنقول حوالي 10 او 11 سبب كده حاجات معظمها بيبدا بحرف التي وحاجات بيبدا بحرف الاس تيهات كتير واسات كتير هنقول هما ايه؟ اللي انت ما تنساهوش اللي هو حاليا معرفش تي هو كان زمان بيسموه تي كانوا بيسموه تي توكسيليا بس حاليا الاسم الجديد دلوقتي ما عادش بقى اسمه توكسيليا كانوا زمان كانوا زمان فاكرين ان هي توكسس لكن طلع الموضوع بالامسيا ده طلع ايه؟ هايبر تنشن وما فيش فيه لا توكسنز ولا بتاع فهي تسميه غلط اصلا بيكلامتك توكسيميا بيختصروها ازاي بيكلامسيا؟ دي تي صح؟ ليه اسمها دي تي؟ بيكلامتك توكسيميا كلمه توكسيميا دلوقتي دي كلمه قديمه يعني ف لو انت عايز تقولها ماشي مفيش مشكله بس تبقى عارف على الاقل ان دي ايه كلمه قديمه يعني مش مستخدمه. فاول سبب واهم سبب 50% من حالات الاكسنتال ايمج هو سببه بريكلامسيا. عايز عشان تخليها تيهات تبقى توكسيميا اوكي مفيش مشكله عشان تفتكر لكن لما تيجي تقولها هتقولها ايه؟ بريكلامسيا. يبقى هايبر تنشن ده اشهر سبب يعمل بلاسينتا سيليشن. مش البلاسينتا دي عباره عن بلاد فيزلز؟ طيب ما هو البلاد فيزلز دي لما الضغط يزيد جامد ايه اللي هيحصل؟ يحصل لها هتابشر هيحصل سيليشن للبلاسينتا. خلاص يبقى توكسيميا او قصدي بيكلامسيا ده هو الكومن سكوز والاهم حاجه. عايز تشرب الباقي اشرب براحتك.
اسمها توكسيميا. لو انت نسيت توكسيميا وقلت الباقي كله تساوي ان انت كده قلت بس نص المعلومات. اهم سبب هو بيت لمسه. طيب ايه اسباب تانية للاكسيدنتال هيموج؟ يبقى احنا قلنا اول حاجه كده بيت لمسه. تاني حاجه شوف بقى الاتهاد اللي انت عايزه. ممكن تروما، ممكن تراكشن، ممكن تيومر، ممكن توينز، ممكن توشن. يعني ولو افتكرت اي اتهاد تاني هحطها. طب نقول شويه للسبت ده، ممكن ستريس وانزايتي، ممكن سموكينج، ممكن بروتين اس وبروتين سي ديفشنسي، ممكن صادن ديكريس في الانتر تايم فيرجن. باقي السبت دي واخر واحده خالص فيديو بس براحتك بقى. انا نسيت اي حاجه فيه. ممكن تراكشن، قصدي ممكن تروما، تروما للابدومين اكسيدنت مثلا تعمل بس انت سيريشن. عشان كده اصلا سموها في الاول خالص اكسيدنت اليوم زمان، عشان كده عشان كان يعني ايه فاكرين ان هي سببها اكسيدنت بس، لكن بعد كده طلع ان اهم سبب هو بيكلانس. طيب تاني حاجه تراكشن، تراكشن دي قلناها قبل كده، تراكشن باي شورت امبريكال كود. فاكر لما قلت لك الايفكت بتاع الشورت كود بيعمل ايه؟ قلت لك يشد على البيبي يعمل ديليت انجيجمنت، او يشد على البلاسينتا يعمل بلاسينتا سيبريشن، او يشد على اليوتس يعمل اكيوت انفيرجن. فاول حصه خالص قلنا يبقى تراكشن باي شورت امبريكال كود. اقل من كام سنتي الشورت كود ده؟ 30 سنتي. كلام عدى علينا. هات الحاجه اللي عدت علينا نبقى ايه مع بعض فيها كده نذاكر اول باول كده. يبقى تراكشن باي شورت امبريكال كود. بعد كده ممكن تيوما، وتيوما زي ايه؟ زي فايبويد، يمنع الانفلانتيشن مظبوط، فبالتالي ممكن يعمل سيبريشن. ممكن برضه توينز. توينز ازاي؟ يقول لك التوينز ده بعد نزول الفيتس الاولاني ممكن يحصل بلاسينتال سيبريشن للبيبي الثاني، يعني اكسندر هيموش للبيبي الثاني. التوينز بعد ولاده البيبي الاولاني يحصل سادن دروب في انتر تايم فيرجن، فلما يقل الضغط فجاه يحصل بلاسينتال ايه؟ سيبريشن. يبقى يحصل اكسندر هيموش للبيبي الثاني. ممكن برضه توشن، حاجه يعني انا عمري ما شفتها. يعني توشن ده يعني ان اليوتس يلف كده تويست كده خلاص، فلما يتويست كده الفيزرز هتطفش، البلاسينتا هتطفش، ماشي؟ فتوشن لليوتس. طيب ممكن السلبة اللي هي ستريس انكزايتي، ممكن سموكينج، ماشي سموكينج ومالنيوتريشن وكده، ممكن نقص بروتين اس وبروتين سي. دي حاجات لها علاقه بالوول بتاع البلاد فيزلز نفسها، تخلي البلاد فيزلز قويه يعني، فنقصها بيخلي البلاد فيزلز ضعيفه فتقشر بسهوله يعني. ممكن برضه صدر ديفيز اوف انتر تايم بريشر زي ايه؟ قلنا مثال من شويه توينز. في مثال تاني، الضغط يقل فجاه امتى؟ لما يكون الحاله عندها بولي هاي دامس، ميه كتير قوي، والدكتور بقى كده مش واخد باله قام جاي مدخل سبعة مرابشة على ابنة تكسات. ايه اللي هيحصل في المية؟ تنزل فجأة. لما المية تنزل فجأة دي الضغط في الجواليتس ايه؟ هيقل فجأة. فلما يقل الضغط فجأة يعمل بلاسينتال سيبريشن، اسمها سادن دروب اوف انتر تايم بريشر، يؤدي الى بلاسينتال سيبريشن زي في حالات الايه؟ السي في بولا هاي دامنس، لما يحصل ابشر اوف ممبرين معاه. اوكي؟ اخر سبب ايديو بس. اف نسيت حاجه مش مشكله خالص، اللي عايز تنساه انساه، بس اوعى تنسى البريك لانس. 50% من اسباب الاكسنتر هيموش سببها بريك لانس، ودي اللي مشروحه في الكتب اصلا، والباسل يونيت بتاعها هو اللي مشروح خلاص. فدي اهم حاجه. تمام كده احنا خلصنا ايه؟ ديفينيشن انسيدنس كوزس. العنوان الرابع هو كومبليكيشنز. ممكن ايه كومبليكيشنز بتاعت البلاسينتا ميديا والاكسيدنت هيموش؟ عشان تحفظ الكومبليكيشنز كويس هقول لك حاجه. في كومبليكيشن ثابته للاثنين مع بعض، ماشي؟ بعد ما اقولهم هقول بقى كلمتين سبيسيفيك هنا وكلمتين سبيسيفيك هنا. يعني تذاكر الموضوع مره واحده بس، اعرف الكلمتين اللي هنا والكلمتين اللي هنا. يعني الاثنين بيعملوا ايه؟ بلاسينتا بيبقى بلاسينتا ليه مشكله، هو بيعمل الكومبليكيشن دي. هنقسمها كده على البريجنسي، على الليبر، على البيبيريا، وعلى الفيتس. الاثنين يعملوا ايه على البريجنسي؟ بلاسينتا سيبريشن، يعني هيؤدي الى بليدنج وهيموش، هيموش او بليدنج، انيميا، بالون اب تو. ممكن في السيفير كيسز تعمل ايه؟ تعمل شورت. فاكر لما قلت لكم كونس تو كوز اوف مدينه متابتي ان ايجيبت ايه؟ هيموج. والهيموج يشمل انتي باطم وبوست باطم. هو البوست باطم اخطر كمان، والانتي باطم برضه يعني الهيموج عموما هو ده اكتر حاجه تعمل ايه؟ موتاليتي بالايجيبت. وحاله الانتي باطم هيموج بعد ما بتولد بتفضل برضه ريسك ان هي يحصلها بوست باطم هيموج. يعني فيش واحده بتنزل بعد الولاده كده على طول فجاه كده يعني، ده اصلا ممكن تكون في الاول اصلا كانت بتنزل، فتفضل تنزل حتى بعد الولاده كده، ماشي؟ فهنا الشوك وكده دي حاجه ايه كومون انها تحصل، خصوصا زي ما قلت لكم في مين الاخطر اكسيدنت اللي هيموش، ماشي؟ يعني انا قليل جدا لما شفت حالات، يعني تقريبا ما شفتش بلاسينتا بيبي ماتت قبل كده،
شفتها بس امتى؟ لما تكون بيفيا مع اكريتا بقى مع ادهيشن، دي اللي بشوفها بتموت ماشي. لكن اكسنت الهيموج فعلا بتموت كتير جدا فعلا، يعني في شغلنا تلاقي الاكسنت الهيموج دي كل اسبوع حاله ميته كده من الاكسنت الهيموج. لكن بس انت بيبي انا بالنسبه لي مش فاكر حد بس انت بيبي مات عشان هي بس انت بيبي. لكن بس انت بيبي او اكريتا او ادهيشن يعني دي ماتت كتير برضه يعني. فهي في حد ذاتها الموضوع مش خطير قوي لان انا مستعد من الاول. طيب يبقى على البيجنس هي بيجنسي هيحصل ايه؟ بليدنج، انيميا، بالو اب تو موشن. ايه تاني بقى؟ في شويه كومبليكيشنز كده برضه مشتركه. هو نفس الكلام بتاع الشوك يعني بشكل عام كده. الشوك تعمل ايه؟ تعمل اكيد هنا الفريق يعني الاثنين يعملوا اكيوت رينال فيلير، خصوصا اكسنت رينال زي ما قلنا. الاثنين يعملوا اكيوت رينال فيلير، الاثنين يعملوا عارفين شيهان سندروم شامل لاي هيموج؟ شيهان سندروم. يبقى اي حاله شوك ممكن يحصل لها اكيوت رينال فيلير، ممكن يحصل لها شيهان سندروم. ممكن يحصل ايه تاني برضه؟ على الليبر، على الليبر هتعمل بيتيرم ليبر وغالبا تكون انديوز دي، يعني واحده نزفت عند 30 اسبوع. طب انا هولد لو سي في بريدنج 30 اسبوع، يعني غالبا الدكتور اللي بيعمل كده يعني ممكن تعمل بيتيرم ليبر. طب لو واحده هتولد فاجينا هتلاقي الولاده بتاعتها ايه؟ بولونج الليبر. ليه بولونج الليبر؟ واحده عندها انيميا، الليفاين كونتراكشن بتاعها ضعيف خلاص، فبالتالي عندها انيرشيا. انيرشيا يعني ويك يوتاين كونتراكشن، يبقى بيتيرم ليبر. ولما تولد فاجينا وعندها بولونج الليبر عشان الانيرشيا هتزود الانسيدنس اوف سيزيريان سيكشن. ده يعتبر كومبليكيشن. اوبراتيف دليفري في حد ذاته ده كومبليكيشن، فهي بتزود الانسيدنس اوف سيزيريان سيكشن. بعد كده على البيبيريوم هتعمل بوست باودام هيموج، يعني عينين البلاسنتا بيفيا والاكسنتال هيموج حتى بعد الولاده. مش معنى ان انا ولدتها خلاص ست تقدر تخش للاي سي يو، ليه؟ لانها محتاجه بوست اوبراتيف كير كمان، ممكن يحصل لها بوست باودام هيموج. هي دي اكتر واحده اصلا بيحصل لها بوست باودام هيموج. حتى في التريتمنت اقول لك بعد ما بخلص التريتمنت اقول لك اكتب التريتمنت بتاع البوست باودام هيموج خلاص، فالست دي لايبل للبوست باودام هيموج. ده بالنسبه للبيبر. ممكن يحصل برضه بيبر سيبسيس. طب على الفيتس بقى، هي كلمه واحده بس في الفيتس اللي يحصل موتاليتي. ممكن يحصل بيري نيتال موتاليتي، وبرضه ما تنساش برضه هنا ماتيرنال موتاليتي. البيري نيتال موتاليتي في مين اكتر؟ يعني مين اللي البيبي بيموت فيها اكتر؟ الاكسنتال هيموش. الاكسنتال هيموش فيه مشكله ثانيه. ايه هي المشكله الثانيه دي؟ ان البلاسنتال سيبريشن صدم، بص تلاقي البلاسنتا كانت لازقه وفجاه انفصلت كلها. لكن البلاسنتا بيبيا كل ما يحصل ستريتش للو ايدال سيجمنت يقوم حته صغيره مبصوره، الموضوع جاديوال. يحصل ستريتش ثاني بعدها بكام يوم يقوم حته ثانيه مبصوره، فتلاقي السيبريشن قاعد ايه واحده واحده كده. لكن الاكسنتال هيموج فجاه كده تلاقي البلاسنتا انفصلت، ولو نص البلاسنتا انفصل بيبي بيموت. خلاص ف 70% موتاليتي للبيبي في الاكسنتال هيموج. البلاسنتا بيبي حوالي موتاليتي 8% بس، يعني الاكسنتال هيموج اخطر كمان على البيبي، اخطر على المذر اخطر على البيبي. خلاص يبقى هنا ده الايه الكومبليكيشن، ماتيرنال موتاليتي وبيبي نيتال موتاليتي. طب عايز بقى كلمتين سبيسيفيك بقى، يعني كلمتين مكتوبين في البلاسنتا بيبي ما يبقوش مكتوبين في الاكسنتال هيموج. ماشي، ممكن يحصل كود وبلابس. دي موجوده في البلاسنتا بيبي بس اشمعنى؟ ما البلاسنتا تحت جنب السيرفكس، فاول ما السيرفكس يبدا يفتح في الولاده لو هي بتولد يعني، لا مراجل هو يحصل له بولابس خصوصا لما يكون لونج كود. لكن الاكسنتا اللي هي مش بلاسنتا فوق الكود مش هينزل، مش هينزل دي كلها. بس فهنا يحصل كود بولابس عشان البلاسنتا اصلا طبيعي موجوده جنب السيرفكس. ايه تاني؟ ممكن يحصل مال بريزنتيشن ونون انجيجمنت. يعني ايه؟ مش البلاسنتا لما تكون موجوده فوق البيبي بياخد شكل اليوترس عادي مفيش مشكله، هو اصلا بيبقى تحت كده عادي. لكن لما البلاسنتا تبقى موجوده تحت شكل الكبد من جوه اتغير، فتبص تلاقي البيبي ايه وضعه كمان يتغير. عشان كده البلاسنتا بيبيا كومون ان هي تكون اسوشيتد مع ايه؟ مع بيتش. كومون فيها مال بريزنت لان شكل الكبد يتغير فوضع البيبي بيتغير معاه. يعني مال بريزنتيشنز، لكن الكلام ده مش موجود في الاكسنتا هيموج. طب الانجيجمنت في البلاسنتا بيبيا بيحصل ولا لا؟ البلاسنتا تحت البيبي هينزل ازاي؟ مش هيحصل له انجيجمنت. ولو انت صممت انك تقول ممكن يحصل له بيرث توما يتزنق بقى، يحصل له اوبستراكشن يعني، يحصل له بيرث توما. يعني ممكن يحصل اسفيكسيا، بيرث توما، كود بولابس، ممكن يحصل مال بريزنتيشنز، نون انجيجمنت. لسه في اثنين كومبليكيشن في البلاسنتا بيبيا ما بيحصلوش في الاكسنتا هيموج. بس حاجات خطيره جدا بقى. اللي هي المنظر اللي انا قلته من شويه لما يكون في سكار في اليوترس.
بس انت بقى تعمل ايه بقى لما يكون في سكاوتر يوتراس؟ هتعمل ايه؟ تعمل ادهيجنز انفيجن للسكاوري، تعمل بلاسينتا اكريتا. لو انفيت اكتر بقى اسمها ان كريتا. لو انفيت اكتر وقت بقى وخوا مدريوتاس وهتخش فين بقى؟ هتخش على البلادر. واكيد السكاوتر بقى تبقى موجوده انتيريو، ما حدش بيفتح اليوتاس من ورا، يعني تبقى موجوده انتيريو. فالبلاسينتا لو لزقت عليها انتيريو هتنفيت السكاوتر توصل للبلادر، تبص تلاقي الست وهي حامل بيجي لها هيماتوريا. بس البلاسينتا في البلادر ده حاجه خطيره جدا، بتموت دي اسمها بلاسينتا بيركريتا. يعني في ثلاثه ديجري، اكريتا انكريتا بيركريتا، كلهم اوحش من بعض. احسن النتائج اللي هتحصل هي ان انت تعملها هيستيركت خلاص، لكن بيركريتا دي تقريبا مفيش امل فيها خلاص. بلاسينتا اللي هي عامله انفيجن بيفيشل ليتاس خالص، تمام. يبقى كده ايه بلاسينتا الاديجن ده كومبليكيشن للبلاسينتا بيركريتا. فاضل كومبليكيشن اخير بقى اللي هو مش موجود في الاكسيدنت ريمج، اللي هو فازا بيبيا. فازا بيبيا يعني ايه فازا بيبيا؟ فصلتها قبل كده، هنفصلها تاني اللي ما فهمهاش اول مره. ماشي، نحاول بقى تفهم بقى المره دي. فازا بيبيا يعني البلاسينتا موجوده بيبيا، ده معنى كلمه فازا بيبيا، يعني البلاسينتا موجوده بيبيا. بس مش هي دي المشكله، في عندها مشكله تانيه اخطر بقى. البيبي ماشي، هنا الفيتا ساوند دي الامبلايكال فيزلز، كان فين وكم اوتري؟ اثنين اوتريز وواحد بين وفين ده واحد، لكن اوتريز اثنين. الفيزلز دي الطبيعي انها تكون كفرد باي امبلايكال كورد، اللزق ده الامبلايكال كورد. اللزق التاني ده الممبرين، امنيتك ممبرين. الطبيعي ان هو يكون ايه؟ الكورد مغطي الفيزلز، لكن اللي مش طبيعي بقى ان الكورد ده ما يكملش للاخر، يمسك فين؟ في الممبرين. اصبح الفيزلز دلوقتي امبلايكال فيزلز اكسبوزد. اكسبوزد دي بيسموها ايه؟ بيسموها ممبرينس انسيرشن اوف امبلايكال كورد، الكورد انتهى في الممبرين، فبيسموها ممبرينس انسيرشن اوف ذا كورد، او لها اسم ثاني اصعب شويه اسمها فيلامنتس انسيرشن اوف امبلايكال كورد. اصبح دلوقتي في مشكلتين، ايه هما المشكلتين؟ ان الفيزلز مش متغطيه، وكمان الفيزلز بريفيا. يعني ايه بريفيا؟ يعني تحت. اصبح في مشكلتين، الفيزلز اكسبوزد، وكمان بريفيا يعني تحت، يعني الدكتور يجي يعمل بريفيا يرابشر الفيزلز، عشان كده يسموها ايه؟ فازا بريفيا. فازا الفيزلز ماشي اكسبوزد، وبيفيا يعني كمان موجوده تحت عندها مشكلتين، يبقى اسمها فازا بيفيا. يعني ايه فازا بيفيا بقى؟ فيلامنتا سنسيشن اوف ذا كورد زائد بلاسينتا في اللويتان سيجمنت، فالفيزلز برضه في اللويتان سيجمنت. فيها مشكله دي؟ طب البلد اللي نازل ده نازل منين؟ مش الامبريكا الفيزلز دي هتبشر؟ البلد نازل من الامبريكا الفيزلز، من الامبريكا الكورد. يعني فيتا البلد ولا بتعمل البلد؟ انا قلنا قبل كده ايه فيتال بلاد. طب تخيل معايا كده لو الموضوع ده مش موجود، دي البلاسينتا ايه؟ البلاسينتا انفصلت كده، الدم نازل منين؟ نازل من الروت تاليتس. يعني البلاسينتا بيبيا السيبريشن بتاعها نازل ايه؟ ماتيرنال بلاد، لكن الفازا بيبيا فيتال بلاد. عرفوا ازاي ان دي فيتال بلاد ودي ماتيرنال بلاد؟ الكلام ده علينا. ازاي تفهم بين فيتال بلاد وماتيرنال بلاد؟ الكلام مطلوب مننا ان احنا نعرفه. مبدئيا كده صفات الفيتال بلاد، هقول ثلاث صفات كده. اول حاجه الار بي سي فيها نيوكليوي ولا لا؟ الفيتال ار بي سي فيها نيوكليوي، الادلت هو اللي ما فيهاش نيوكليوي. حاجه ثانيه نوع الهيموجلوبين، هيموجلوبين اف، لكن الماتيرنال ار بي سي هيموجلوبين ايه بتاع الادلت. طيب في فرق كمان، مين الهيموجلوبين الاقوى؟ يعني لو انت جبت الهيموجلوبين وحطيت عليه الكالي، مين فيهم هيبقى ريزيستنت ما يحصلوش لايزيس؟ الفيتال هيموجلوبين. الهيموجلوبين نوت ديستراكتد باي الكالي، الكالي واسيد يعني خلاص، هو ريزيستنت اقوى. لكن لما تعمل البلد بقى ده العكس بقى، الار بي سيز فيها نيوكليون والهيموجلوبين هيموجلوبين ايه، وكمان بيحصل له ديستراكشن ديسبول. اوكي، طب بقول لك ده كده ازاي عرفوا ان ده فيتال بلد ده ما تعمل بلد؟ المقارنه دي علينا وموجوده، المفروض انها موجوده يعني. طيب هنقول ايه دلوقتي؟ اللي احنا المفروض نقوله صحيح ولا ايه؟ هنقول بقى كومبليكيشنز انفستيجيشن، خلاص اخر كده المفروض نقول الكومبليكيشن بتاع الاكسيدنت اللي هيموج اللي مش متكرر. نصحى كده نروق بس شويه، نجيب لي كده ممكن نفوق. طيب عشان ده لو جاي نفس الكومبليكيشن اللي هي المشتركه، هنزود بس بقى كلمتين كده.
اهم حاجه هي اليوترس. اليوترس والبلد يعني. البلد اللي يحصل فيه اول حاجه مهمه جدا البلد يحصل فيه دي اي سي. دي اي سي هتقول لي البلاسينتا بيبقى مكتوب فيها دي اي سي ماشي مفيش مشكله براحتك خدها لو انت عايز. بس اهم حاجه خد بالك ان الاكسندا ليموريز بيعمل كومبليكيشن دي اي سي مهمه جدا جدا معلومه مهمه. الكومن سكوز اوف دي اي سي في الاوبستاتيك عندنا هي الاكسندا ليموريز. احنا قلنا دي اي سي قبل كده في موضوع ميزد ابورشن وسيبتك ابورشن خلاص. الموضوع الثاني اللي فيه دي اي سي هو الاكسيوم خلاص. فدي اي سي هنا خطيره جدا جدا كومبليكيشن مهم. ايه سبب بقى الدي اي سي او دي اي سي اصلا يعني ايه دي اي سي؟ ديسيمينيتد انتر فاسكولار كو اجلوباسي له اسم ثاني هايبو ايه؟ هايبو فايبوجينيميا او افايبوجينيميا له اسم ثالث ايوه كونسامتيف كونسامتيف كو اجلوباسي. جود ولا باد بروجنوزس؟ باد بروجنوزس انت هتموت هتموت صح؟ هتموت هتموت هو ايه ديس ايه؟ ديس از كومينج بالظبط كده يعني باد بروجنوزس يعني ستة هتموت هتموت فعلا مفيش حاجه دي اي سي بتعيش طالما دخلت في دي اي سي هتموت. يبقى الاكسنتر هو مش خطورته اللي هي ليه الست بتنزل بعد الولاده؟ ليه الست بتاع الاكسنتر هو مش بتنزل بعد هي ولدت خلاص هي بس انت انفصلت. طب ليه بعد الولاده خلاص ولدتها ليه الست تفضل تنزل؟ ما ليه تسكوندكت حلو. يبقى المشكله هنا بقى ان في عندها دي اي سي ما عندهاش كواجريشن فاكتورز. السؤال بمعنى تاني اكسيدنتال هيموج انا احب اولد البيبي فاجينال ولا سيزيريان لو في دي اي سي؟ ليش معنى فاجينال؟ بالظبط يعني انا لو فتحت سيزيريان سيكشن في ووند مفتوحه اهو بالمشط الووند ده هيقعد ينزل بلاد كتير فالميكانيزم اللي توقف البليدنج في سيزيريان هي ايه؟ كواجريشن ميكانيزم. لكن لو الست دي ولدتها فاجينال البليدنج هيقف على الولاده لان الميتا سيكوندكت يوقف البليدنج خلاص. فهمت قصدي؟ يبقى هنا المشكله ان الاكسنت مش تعمل دي اي سي فالميثود اوف ديليفري المفضله هي الفاجينال ديليفري. فلو سالك شافوا ليه الفاجينال ديليفري قول له عشان لو حصل دي اي سي الميكانيزم اللي بيوقف البليدنج في السيزيريان سيكشن هي كواجريشن ميكانيزم لكن في الفاجينال ديليفري يطين ايه؟ كونتراكشن. فهنا لو في دي اي سي مفيش كواجريشن فاكر يحصلها بوسط اللي هو تمام ده حته شفوي كده ماشي. نخش بقى في الكلام ده. انا يبقى اول حاجه كده كومبليكيشن سبيسيفيك في الاكسنت هيموج هو ايه؟ دي اي سي. طيب الكومبليكيشن الثاني بقى هو ايه؟ بص معلش الحته اللي جايه دي اهم حته في موضوع الاكسنت هيموج كله اهم حته في موضوع معروف فنحاول بس لمده دقيقتين بالظبط. احيانا السيبريشن يحصل بالمنظر ده ان السنتر بتاع البلاسنتا بس هي اللي سيبريت والايدج لسه لازقه بالمنظر ده بالظبط كده. ده في بليدنج ولا مفيش؟ في بليدنج اهو بس البليدنج ما خرجش بره خالص. وهنا ده الاولد تاريخ صح. شويه شويه الهيماتوما دي تعمل ايه؟ ما هي قاعده تزيد ما تقعد تخش جوه الاولد تاريخس ومش راضيه تنزل. فتعمل ايه في اليوترس؟ اليوترس قاعد يتشد. المسلز نفسها البلاد قاعد يخش جوه المسلز وبيشد فيها ويقطع فيها لحد ما اليوترس في النهايه يحصل له ايه؟ هيبشر هيبوظ خلاص بقى. يعني السيكوالي اللي بتحصل كالاتي. السي دي الاول راحت المستشفى ولا ما حدش مستشفى ضغطت اتقطع من جوه هي مش ما حدش مستشفى مفيش دم نزل. الست كانت قاعده عادي خالص ضغطها عالي فجاه لقيت بطنها بتوجعها هي مش عارفه كل الكلام ده هي لقيت بطنها بتوجعها وخلاص ما تروحش على المستشفى على طول. يقعد الموضوع يزيد لحد ما البيبي كده بيموت خلاص كده البيبي مات. اول حاجه حصل البيبي مات. اتاخرت شويه ايه اللي حصل؟ الهيماتوما قعدت تخش قعدت تقطع في اليوترس لحد ما ايه بوظته. يعني راحت المستشفى هيفتحوا يلاقي اليوترس بتاعها ايه عجينه كده بيشيلوه. يبقى فقدت البيبي وفقدت اليوترس. طب لو اتاخرت اكتر واكتر الهيماتوما دي استهلكت كل الكواجيليشن فاكتورز يحصلها دي هي كمان بقت تموت. فدي السيكولي البيبي يموت. واحد يعني اتاخرت شويه تفقد اليوترس اتاخرت شويه المذر بتموت. واخدين بالكم ان هو الموضوع كومن اكتر في البايمي جافيدا. مش معنى البايمي جافيدا هي اللي اكتر الناس بي عندها بريكلامس هي البايمي جافيدا. يعني السيدي دي حياتها اتدمرت. انت تخيل كده هي كانت حامل لاول مره جالها سيفير هايبرتنشن فجاه البيبي مات وكمان فقدت اليوترس. ده لو عاش بقى هتعيش طول حياتها بقى ما عندهاش يوترس خلاص ما عندهاش بيبي عايش خلاص. فالموضوع فعلا بيبقى ميزابل وشفناه الكلام بيحصل. اكسنتال هيموش كومون في الايه؟ في البايمي. لان بيبي كلام سيها كومون في البايمي. اكسنتال هيموش كومون قصدي بس انت بيبي كومون في الايه؟ في المالتي. لان الست اللي ولدت السيزيريان قبل كده وبتاع احنا قلنا من اسبابها السكار والبيفيس السنت يعني معناها ان واحده ولدت قبل كده. فدي كومنست في المالتي لكن دي كومنست في الايه؟ في البايمي. فده لو تخيلت الموقف فعلا ست حياتها اتدمرت. ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه الكومبليكيشن اللي انا قلته دلوقتي؟
هيحصل اول حاجه كده بيتو بلاسينتا الهيماتوما، لسه هيماتوما صغيره هتزيد شويه هتبقى ايه بقى اسمها اليوتيو بلاسينتا الابوبليكسي. الابوبليكسي يعني هيموج، هي مش ما بين اليوتس والبلاسينتا، تزيد اكتر واكتر لما تخش مقطع في المناظر بتاعت اليوتس. لما بيجي نفتح كده تلاقي اليوتس بتاعها لونه ازرق في انكيموزس، المنظر اليوتس لازق ده اسمه كوفليير يوتس، اللي هو اتاخرت اكتر خلاص ما عادش عندها يوتس، بقى اليوتس بتاعها ابشر، هيحصل ابشر يوتس في النهايه. ماشي الكومبليكيشنز، يبقى كومبليكيشن على اليوتس ايتو بيرسينتا الهيماتوما هتزيد يبقى اسمها ابوبليكسي، هتزيد هيبقى اسمها كوفليير. خد بالك من الاسم ده كوفليير يوتس، لا جار على فكره الناس اللي عندهم معاهم في جار اسمه كوفليير يوتس. ماشي تزيد اكتر يبقى يعمل ايه؟ يعمل ابشر يوتس. ليه يعني يعتبر ابشر بالظبط، هو باظ وخلاص يعني اليوتس المصري بتاعته اتقطعت. الكيموتيك يوتس، الكيموتيك لونه ازرق. تمام، يبقى ده بالنسبه للايه للكومبليكيشن، يبقى الاثنين زي بعض بس اكسنت اللي مش هيكون زودنا كلمتين بي اي سي وزودنا كلمه ثانيه هي ايه اليوتراس. في اي مشكله؟ طيب خلاص الكومبليكيشنز نخش في اللي بعد. ايه هي بقى التايبس بتاع البلاسينتا بيبيا والتايبس على اكسنت ده كلاسيفيكيشن. البلاسينتا بيبيا واكسنت ابو بريكس يعني هيموج، هيموج ما بين اليوتراس والبلاسينتا. طب يلا طيب بالنسبه للبلاسينتا بيبيا لها 4 ديجريز، في 4 ديجريز للبلاسينتا بيبيا نرسمهم هنا. حسب علاقتها بالسيرفكس ماشي، دي اللي هو الانترنالوس بتاع السيرفكس، السيرفكس ده كانال. اول حاجه البلاسينتا بيبيا موجوده كده، دي بيسموها بلاسينتا بيبيا لاترالس او في اس ديجري دي بي 1. طب نازله شويه وصلت للانترنال اس ده اسمها جريد 2، جريد 2 اللي اسمها مارجينالس وصلت للمارجن. طب مغطيه السيرفكس كده، مغطيه السيرفايكال كانال بس يعني مش كومبليتلي، بقى دي ديجري 3 اللي هي اسمها انكومبليت سنترالس. طب مغطيه السيرفكس خالص قفلها خالص بقى جريد 4 اللي اسمها كومبليت سنترالس. في اربع جريدز للبلاسينتا بيبيا، لاتراليس مارجيناليس كومبليت انكومبليت قصدي انكومبليت، بعد كده كومبليت ايه سنتراليس جريد 1 2 3 4. وفي حاجه ثانيه بقى البلاسينتا ممكن تبقى موجوده انتيريور ممكن تكون موجوده بوستيريور، في الانتيريور او في البوستيريور. انتيريور وبوستيريور مش هتفرق في اللاتراليس، مش هتفرق انتيريور زي البوستيريور، لكن هتفرق في مين بقى؟ في المارجيناليس، انتيريور غير البوستيريور. وبعد كده ثلاثه اللي هي سنترالس 3 و4 انتيريور زيها زي البوستيريور مش هتفرق، يعني مين اللي تتقسم؟ جريد 2 هي اللي ترجع تتقسم تاني الى جريد A و B. A انتيريور B بوستيريور. يبقى الـ A انتيريور والـ B A بوستيريور. ليه تفرق في ايه طيب؟ هو مين حلو الأول مين وحش؟ يعني البلاسينتا بيبيا انتيريور أحسن ولا بوستيريور أحسن؟ مين الأحسن؟ هو الـ A أحسن ولا الـ B؟ أكيد الـ A أحسن من الـ B. صح؟ يبقى الانتيريور أحسن من البوستيريور. طب نقول التفسير كده. بص يا سيدي انت عندك دلوقتي لاترالس ده اليوتس هنا كده، ده السكرام ده السيمفيز بيبس. دلوقتي اتجاه اليوتاين كونتراكشن ايه في الولاده؟ داون وورد اند باكورد، السكرام كده فداون وورد اند باكورد ده اتجاه اليوتاين كونتراكشن. بعد كده يتغير هنا في البلبس الى داون وورد اند فورورد. تتخيل معايا لو البسنت بيبقى ماوجينالس بوستيريو كده او ماوجينالس انتيريو كده، مين فيهم هتتضغط بالهيد بتاع الجديد؟ الماوجينالس بوستيريو ساعه الولاده الهيد بتاع البيبي هتضغط على مكان البلاسينتا بيبي ماوجينالس بوستيريو، فالبيبي يحصل له اسفيكسيا مع الولاده خلاص. لكن الانتيريو مش هيحصل له اسفيكسيا، يا البلاسينتا بيبي ماوجينالس بوستيريو يحصل لها كومبريشن يعني ممنوع الفاجينال ديليفري فيها، لكن الماوجينالس انتيريو مش هيحصل لها كومبريشن مش هيحصل اسفيكسيا فبالتالي ممكن تولد فاجينال. طب اللاتراليس، اللاتراليس موجوده فوق شويه فمفيش مشكله فيها، انتيريو زي البوستيريو حلوين الاثنين يولدوا فاجينال. طب السنتراليس مش هتفرق هي جايه من ورا ولا جايه من قدام، الاثنين ايه؟ الاثنين كده كده سيزيريان سكشن، يعني هي بيفرقوا مع بعض في ايه؟ في نوع الولاده. معنى الكلام جريد واحد واثنين ايه؟ نوع الولاده فاجينا، اثنين بي وثلاثه واربعه لازم سيزيريان سكشن. فشد الخط كده اهو فوق الخط ده، السن اللي تولد ايه؟ تولد فاجينا، تحت الخط ده تولد ايه؟ تولد سيزيريان. يبقى مين
مين اللي تولد فاجينال هي بس انت بقى فيها الاصل فيها سيزيان سيكشن، لكن تولد فاجينال لو كانت 1 او 2 في امل تولد فاجينال، فشل الفاجينال فيها تعمل سيزيان سيكشن، لكن 2 دي و3 و4 من الاول خش على السيزيان سيكشن عرض من الاول. اوكي كده، يبقى ده بالنسبه في المانجمنت هستغل المعلومه دي لما اقول لك انديكيشن فاجينال ديليفري وانديكيشن سيزيان سيكشن. بس انت بقى الحته دي هقولها 1 و 2 A فاجينال فشل سيزيريا، لكن 2 بي و 3 و 4 من الاول خش على سيزيريا سيكشن على طول. طيب في تقسيمه جديده هي ريسنت دلوقتي، التقسيمه اللي انا قلتها دي تقسيمه قديمه اسمها نورمان زوايد كلاسيكيشن، مش مهم اسم العالم خالص، ودي تقسيمه قديمه. امال التقسيمه الجديده دلوقتي ايه بقى؟ هم بيقسموها الى حاجتين اثنين بس، ماينور وميجور. 1 و 2 ماينور، 3 و 4 ميجور، دي التقسيمه الجديده. خلاص فالتقسيمه ريسنت كلاسيكيشن دلوقتي هو ايه؟ ماينور وميجور وخلاص، يبقى هم ايه الدرجتين. طيب بالنسبة للأكسيدنتال هيموج، الأكسيدنتال هيموج فيه اتنين كلاسيكيشن برضه هنقولهم، برضه من على الرسمة دي، في شكلين لل بلاسنتال سيبريشن، الشكل اللي أنا رسمته من شوية وفي شكل تاني، اللي هو البلاسنتا تنفصل كده، يعني ممكن السيبريشن يكون منين؟ من السنتا وممكن يكون من الإيج، إيه الفرق ما بين الاتنين؟ اللي انفصل من الإيج البلاط ده هينزل، هيحصل كوفليتس ولا مش هيحصل؟ مش هيحصل. طب ستة هتروح المستشفى بسرعه ولا لا؟ هتروح المستشفى بسرعه لان هينزل دم، فتروح المستشفى بسرعه، لكن دي قاعده تتاخر في البيت وبتفقد اليوتس بتاعها. يعني دي بيسموها كونسيلد، دي بيسموها ريفيلد. واضح المعنى؟ ريفيلد يعني واضح، ماشي انا بشوفه بسهوله، لكن كونسيلد خفي. خفي البلاد مستخبي جوه اليوتس. ريفيلد 40%، كونسيلد 10% بس. طب في فاضل 50%، 50% بداوا ككونسيلد وشويه كده بعد شويه قبل الحته دي انفصلت بس. فلما ايه انفصلت قبل البلاط الهيماتوما دي نزلت صراحه على المستشفى، بس برضه اتاخرت. دي اسمها ميكس تايب، لكن ميكس تايب دي 50%. لكن في 10% بيفضلوا كونسيلد للاخر، نفتحها وهي لسه كونسيلد ولا نقطه دم نزلت. لكن الكونسيلد اللي اتحول لفيلد دي حوالي كام؟ 50%. يبقى اوحش واحد هو ايه؟ الكونسيلد اللي هو للاخر ده اللي هو 10%. وبرضه حاجه ثانيه برضه وحشه اللي هي الميكس، الميكس برضه مش حلو. بس ميكس يعني نزل شويه دم، بس كميه الدم اللي نزل ايه؟ حاجه بسيطه، ست عندها سي في بليدنج وشوك وبتاع، ومع ذلك الدم اللي نزل ايه؟ حاجه بسيطه خالص اسمها ميكس تايب. لكن ريفيلد كل الدم اللي نزل خرج بره. بمعنى صح ريفيلد تشبه البلاسنتا بيفيا، لكن الكونسيلد والميكس دي عكسها تماما بقى، كان الكونفكشن مختلفه تماما. طيب يبقى قلنا ريفيلد 40%، كونسيلد 10%، ميكس تايب 50%. الريفيلد فيها فاجينال بليدنج، الكونسيلد فيها بليدنج ولا فيهاش؟ فيها بليدنج بس نو فاجينال بليدنج، نو بليدنج باي فاجينا، نو اكسترنال بليدنج. الميكس تايب فيها بليدنج بس كميته ايه؟ قليله بالنسبه للبليدنج اللي حصل اصلا. اوكي طيب في تقسيمه ثانيه اسمها شير كلاسيفيكيشن. شير انا حاول ان انت تختصر الكلام، يعني مش مهم قوي ان انت يعني تتعمق فيه. يعني هو الموضوع كله حسب الديجري، جريد 1 و2 و3. قال لك 1 يعني مايلد بليدنج حصل، جريد 2 يعني مودريت بليدنج حصل، جريد 3 يعني سيفي بليدنج حصل. فاهم؟ مايلد مودريت سيفي. طيب جريد 3 اللي هي سيفي بليدنج دي ممكن سيفي بليدنج ولسه في امل انها تعيش، وفي سيفي بليدنج بس ذس از كومينج هتموت خلاص بقى. يعني السي دي بيرجعوا يقسموها تاني الى اي وبي حسب في دي اي سي ولا ما فيش. لو لسه ما فيش دي اي سي يعني لسه في امل لو انها تعيش، فبالتالي هو سي في بي دي بس ما حصلش دي اي سي، فبالتالي دي اسمها 3 دي. لكن 3 بي ذس از كومينج خلاص هتموت ما فيش امل، دي اسمها 3 بي. في بس عندكم جريد زيرو. ايه جريد زيرو دي؟ جريد زيرو يعني واحده وهي بتولد انا ما كنتش عارف حاجه خالص، لا هي ولدت البيبي فاجينا، ولدت البلاسينتا، ببص بعد البلاسينتا نزلت لقيت حته هيماتوما نازله، اتخضيت اقول ايه الحمد لله ده سيدي كانت اكسيدنت ليه مش انا ما اعرفش. فبتشخص ايه؟ ريتروسبكتيف، كان فيها هيماتوما وانا ما شخصتهاش ما شفتهاش يعني، عشان كده بيسموها زيرو لان انا ما شخصتهاش ما لهاش ديجري. لكن واحد واثنين وثلاثه انا عارف ان في بليدنج في موجود ريفيل انا شايفه او ميكس تايب في بليدنج انا شايفه، ولكن حسب الديجري بتاعته بقى مايلد مودريت سيفير. ففي السيفير ديجري اللي بيحصل المظهر بيبقى شوك والبيبي بيبقى ايه؟ ديلتا غالبا. خلاص كده؟ يبقى ده الديجريز بتاعت الشيري كلاسيفيكيشن. طيب العنوان اللي بعده سيمبتومز وساينز وانفستيجيشنز. نبدا بالبلاسينتا بيبيا سيمبتومز.
الحمد لله هو سيمتوم واحد بس. نعم الموضوع سهل جدا يعني الحمد لله هو سيمتوم واحد بس واحنا عارفين هو ايه. مين هو سيمتوم البيزيتا بيبيان؟ هو بليدنج. خلصنا كده السيمتومز يا بليدنج. لو عندي برضه مهم يعني عايزين بس نعرف نوصف كده البليدنج بس فاضل بليدنج ايه. فالبيزيتا بيبيان نوصف كده البليدنج ده له 8 صفات. سيمتوم واحد بس بس له 8 صفات. نقول هما ايه صفاتهم؟ اول حاجه احفظهم كويس ليت بينلس كوزلس ريكارد. في ميكانيزم ونو ميكانيزم. بعد كده السورس اوف بليدنج والسيفيريتي اوف بليدنج. تمام معلومات اهو. وان افويدبل لو عايز تقول ايه واحد يقول تسعه ان افويدبل. نقولهم بسرعه يلا. اول حاجه ليت. يعني ايه ليت؟ البليدنج في البيسنت بيبيا ما بيحصلش مش هقول لك 20 اسبوع بقى، هنا رقم متغير مش 20. احنا عارفين ان هو بعد 20 بس كان بقى هنا 28. اشمعنى 28 بالذات يعني اشمعنى الرقم ده؟ علشان بلاسينتا لازم في الوقت سيجمنت والله لازم سيجمنت ما يحصلهاش ستريتش الا بعد 28 اسبوع في السيرد تايمستر يعني. احنا البليدنج دايما بيكون في السيرد تايمستر لان الستريتش اوف لويد سيجمنت اوكير ان ذا سيرد تايمستر بعد 28. ده ليت. تاني حاجه بينلس كوزلس ريكارد. معلش بينلس دي هتعلم عليها. اهم كلمه في الكلينيكال بوش اهم كلمه بليدنج نفسها يعني هو بليدنج من صفاته ان هو بينلس. الكلمه دي مهمه جدا عشان لما يجيب لي حاله 32 اسبوع وعليها بليدنج انا وانا بحل في الامتحان افكر في ايه يا بيسيتا بيبي اكسنت ده مش هيفرق لي فيها هو البين. لو طلع في بين يبقى ده اكسنت ده مفيش بين هيبقى بيسيتا بيبي غالبا ممكن يطلع بيفيلد برضه بس يعني غالبا بيسيتا بيبي اصلا اصلا حته بينلس دي اهم كلمه في الدايجنوستس اتعلم عليها لازم. طيب بينلس بس في اكسبشن ممكن يبقى بينفول. انت ست تشتكي من بين في البلاسينتا بيبيا هو مش البين بتاع البلاسينتا سيبريشن هي جايه صدفه كده ان البلاسينتا سيبريشن حصل مع ليبر بين فجايه تقول لي ان في وجع بس الوجع ده اصلا ليبر بين يطلع في النهايه ليبر بين مش عشان البلاسينتا انفصلت في عامل البين يعني مين بي اسوشيتد ويز بين اف اسوشيتد ويز ليبر بين. طيب بينلس كوزلس يعني هو السويتش ده بيحصل حاجه سبونتينيوس من نفسها بس بيحصل بيحصل من نفسه كوزلس لكن من باب اولى ثاني اصلا البلاسينتا هتنفصل من نفسها يبقى لو اتخبطت هيحصل سيكشن فهو كوزلس ميجي اكوز لو حصل سيكشن انتركوز مثلا. طيب ريكارنت يعني ايه؟ يعني هيحصل اتاك اوف بليدنج يحصل سيبريشن فيحصل اتاك وبعد كده الاتاك دي تقف يومين ثلاثه بص هيحصل اتاك ثانيه وبعد كده تقف بعدها اتاك كمان وتقف بس ميجي نوت ريكارنت امتى؟ لو حصل اول اتاك قام الدكتور مولد خلاص لو حصل اتاك قام الدكتور مولدها فخلاص يبقى نوت ريكارنت ساعتها خلاص لو حصل سيفير اتاك في البدايه خلاص. طيب يبقى ده بالنسبه لصفات البليدنج ليه؟ بين سكوزلس ريكارنت. طيب ميكانيزم اوف بليدنج ايه؟ ستريتش اوف لوير تاين سيجمنت. هو اي البلاسينتا از نوت ستريتشبل بس حجمها ثابت واللوير تاين سيجمنت ستريتش فايه اللي هيحصل في النهايه؟ هيحصل سيبريشن بيسموا السيبريشن ده شيرنج اكشن او شيرنج ميكانيزم هي اسمها كده شيرنج اكشن. شيرنج يعني اليوترس بيتشال بيطول لكن البلاسينتا بس انت بتكبر حاجه بسيطه يعني بس انت بتكبر حاجه بسيطه لكن اللويتا سيجمنت من فيو مليمترز يوصل طولها 10 سم شوف كم ضعف بقى لكن البلاسينتا نفسها يعني هتكبر مثلا هتكبر ايه مره ونص مثلا لكن اللويتا سيجمنت هتكبر مثلا 20 مره مفيش تناسق ما بينها فالبلاسينتا لازقه البلاسينتا جايه لازقه على حته ايه؟ حته كده الحته دي اللي هتزق تقعد تعمل لها ستريتش ففي النهايه يحصل ايه؟ هيحصل سيبريشن يعني. اسمها ايه الاكشن دي؟ الميكانيزم دي اسمها شيرنج اكشن. احنا حتى النهارده شير وشيرنج صح؟ شير كلاسيفيكيشن وفي شيرنج اكشن ده الميكانيزم بتاع البلاسينتا بيبقى ده الميكانيزم. طب نو ميكانيزم ايه بقى؟ نو ميكانيزم تو ستوب ذا بليدنج. ليه البلاسينتا بيبيا بعد الولاده يجي لها بوست بارتم هيموج؟ لان مفيش ميكانيزم ستوب ذا بليدنج افضل ليبري. هو اللوي تاين سيجمنت اصلا بطبيعتها كده ربنا خليها ايه ضعيفه. مش متوقع ان البلاسينتا اصلا تبقى فيها. كل البلاسينتا موجوده فوق. طب البلاسينتا لو موجوده فوق طبيعي يعني حصل لها سيبريشن الست ولدت. ايه الميكانيزم اللي هتوقف البليدنج بعد الولاده؟ يوتاين كونتراكشن. اهم ميكانيزم توقف البليدنج افضل ليبري هي اليوتاين كونتراكشن. طيب لو البلاسينتا بيبيا هيجي يحصل ايه تاني كونتراكشن اللي هو سيجمنت اصلا ضعيفه فبالتالي البليدنج مش هيقف بعد الولاده. يعني هيحصل ايه؟ هيحصل بوست بارتم. مش بقى من اهم الكومبليكيشن بتاع البلاسينتا بيبي هي بوست بارتم هيموج.
ليه؟ لان النوم ميكانيزم ستوب بليدنج، لان اللي هو ده سيجمنت از اتونيك. في تفسير تاني، هو الابر جيتاين سيجمنت ليه تسعه عامل كده. ابر جيتاين سيجمنت دي ليه ثلاثه ليرز، اهو هنا سيجمنت لير او طاو لونج جيتا لير، وفي ميل لير اسمها اوبليك لير عامله زي ثمانيات ديسكوس او دي فاسيتي. طب اللي هو ده سيجمنت هي هنا سيجمنت بس وابر لونج جيتا بس، هما اثنين بس يعني مفيش الاوبليك لير دي. هي مين اهم لير اصلا توقف بريدنج؟ الاوبليك لما يحصل فيها كونتراكشن الفايبرز عامله كده، بيحصل كونتراكشن هتقفل الساينسز كلها. فبالتالي اللي هو التان سيجمنت اصلا اتونيك. وفي تفسير تاني ان اللي هو التان سيجمنت مفيش فيها الاوبليك لير دي، الديكا سيتنج فايبرز مش موجوده. فلما البلاسينتا تنفصل والست تولد وخلاص، هتبص لاقي جالها بوست باطن هيمش. يا ست لاقي بقول البوست باطن هيمش ان مفيش ميكانيزم تو ستوب ذا بليدنج افتر ذا ريبير. ليه؟ اللي هو التان سيجمنت از اتونيك اند نو ديكاسيشن. كده احنا قلنا بليدنج از ليت بينلس كوزلس ريكارنت، ميكانيزم اسمها شيمينج اكشن، وانه ممكن انت تستول ذا بليدنج افتر ذا ريبير. والبليدنج هنا بيكون ان افويدبل، بلاسينتا بيبيا بليدنج از ان افويدبل، يعني مفيش حد يقدر يمنعه ابدا. الاستريتش ده حد يقدر يمنعه؟ محدش يقدر يمنعه. امال اعمل انا ايه المانجمنت بتاعها؟ يعني مفيش دواء حتى الان بليدنج يمنع البلاسينتا سيبريشن او حاجه سيرجيكال نمنع بيها. امال ايه المانجمنت؟ ان انا احجزها في المستشفى واقعد مستني السيبريشن يحصل في اي لحظه. دي البلاسينتا بيبيا ده المانجمنت بتاعها، ان افويدبل ما نقدرش نمنعه. فالمانجمنت هو هوسبيتاليزيشن. طيب السورس اوف بليدنج مثلا لو الفيتال مثلا الوضع عكس مين بقى؟ عكس البازا بيبيا. بس شويه. طيب السيفيتي اوف بليدنج بيقول لك لو اول اتاك حصل خير مش مشكله نوت فيتال، لكن لو ريبيتد اتاك ممكن تبقى ديفرنس. المهم يعني ده بالنسبه للكلينيكال بيكشر. قلنا سيمتوم زي ايه؟ هو سيمتوم واحد بس، اظن مفيش اسهل من كده، هو بليدنج بس. طب بالنسبه للساينز، الساينز جنرال وابدومينال ولوكال. جنرال ابدومينال لوكال. جنرال في شوك ولا مفيش؟ جنرال هنا هنلاقي في شوك، بس السؤال هنا بقى الشوك بروبورشنت ويز اماونت اوف بليدنج اور نوت. خلاص يعني الشوك كل ما الست تنزف اكتر كل ما الشوك هتزيد اكتر. صح؟ لان البلاد ما بيقعدش جوه الليتس بيخرج، فكل ما البليدنج يزيد كل ما الشوك ايه هتزيد. يبقى هنا في شوك وشوك اللي هي بروبورشنت ويز اماونت اوف بليدنج. ده اول حاجه في الساينس جنرال. ابدومينال بقى لما احط ايدي على الابدومين كده هتلاقي كل حاجه سليمه. يعني ايه كل حاجه سليمه؟ يعني فاندل ليفل. تخيل معايا كده فاندل ليفل ده هو البلد بيتجمع جوه اليوترس وبيشد اليوترس معاه، ولا اليوترس حجمه نورمال؟ كل ما يحصل بليدنج كل ما هيخرج بليدنج هيخرج اللي بره، مش هيتجمع جوه اليوترس، فبالتالي حجم اليوترس نورمال. اليوترس مش مشدود يعني. فالفاندل ليفل هنا كوريسبوند ويز بيريو فامينري. هل في ريجيديتي وتندرنس؟ اليوترس مشدود؟ لا مش مشدود، فبالتالي مفيش ريجيديتي ولا تندرنس. فعشان كده احنا حتى في السيم دوم قلنا بينلس. لو في بين هنقول في تندرنس، لكن هنا مفيش ايه؟ هو بيبقى بينلس. يعني كل حاجه سليمه في الابدومين. لو حطيت ايدك على بطنها تلاقي كل حاجه سليمه. بطنها لاكس مفيش فيها ريجيديتي ولا تندرنس. فاندال ليفل كوز وند وز بيرو فامينوريا. مفيش فيتال باوتس محسوسه عادي. فيتال ساوندز لو البيبي عايش مسموعه كويس. حاجه واحده بس هي اللي ابنورمال. ايه الحاجه الفايندنج الوحيد اللي ابنورمال في الابدومينال ميشن؟ ان انا ممكن الاقي البيبي بريتش بريزنتيشن. بالظبط ممكن الاقي البيبي في ميل بريزنتيشنز اند نون انجيجمنت، ما يحصلوش انجيجمنت. دي الحاجه الوحيده الابنورمال. غير كده بقيه الفايندنج كلها ايه؟ كلها نورمال. طب السؤال اللي جاي بقى مهم، ما تبصش في الورق. لوكال اكزامينشن هلاقي لما اعمل بي في كده هلاقي هلاقي البلاسينتا فين؟ اوعى تقول هلاقي فين؟ هلاقي اوعى تقول هلاقي البلاسينتا في الوقت ده سيجمنت. خلاص يبقى البي في هلاقي ايه؟ مش هلاقي حاجه. ليه؟ لان انت مش هتعمل اصلا بي في. دي ثلاث حالات في المنهج كنت انا عشان اعمل بي في. البلاسينتا بيبيا واحده منهم بالظبط. الحاله الثانيه هي بي او ام، الحاله الثانيه هي واحده فيجن. دي ناس ما عملهاش بي في ابدا. فانت لو عملت بي في هنا هتخش السجن. خلاص دي كونتا انديكيتد. في بلاد بقى عندهم كل بيكتبوا كل حاجه، التمريض بيكتب كل كلمه. واحده جت في الاستقبال دكتور عمل بي في، تقوم هي كاتبه الدكتور عمل بي في. تيجي الست تموت بعد 10 سنين يقول لك بس الدكتور عمل لها ايه؟ بي في في الاستقبال. هاتوه. الموضوع خطير جدا بقى. عندنا عادي يعمل بي في زي ما انت عايز. حسب يكتب وراك يعني. المهم علينا، يبقى بي في اس كونتاكت كده. هنا بقى في كلام قديم ممكن لو جيت تقوله في الشفوي يتضايقوا شويه، فانا هقوله بس عشان ما تطفوا بعض الكتب. فانت هتكتبه خط صغير خالص كده. انت هتظهر خطك. بيقول لك في كلام قديم كده بيقول لك انت ممكن تعمل بي في بس بشرط. ايه هو الشرط بقى؟ الشرط ده بيسموه دبل سيت اب فاجينال اكزامينشن. يعني تاخد البيشنت دي مش في الاستقبال، انت لازم في الاستقبال زيها زي البيشنت التانيين كده.
خدها ودخلها اوضه العمليات وحط الدكتور انستيزيا جنبك والناس جنبك برضه الناحيه الثانيه، وتكون الناس مجهزه كده اللي هي كل حاجه فوق السيزيا انزكشن خلاص، وتجهز انت بلاد ترانسفيوجن هيكون موجود كل ده عشان تقوم عامل بي في. يبقى انت هتعمل بي في في اوضه العمليات لو عايز تعمل بي في. بيسموها ايه الرولز دي او الحاجات اللي انت بتحطها دي اسمها دبل سيت اب فاجينال اكزامينشن. فاظن طبعا حاجه زي كده مش متاحه طبعا، فالمفروض حاله زي دي لو جات عليها بليدنج اوعى تفحصها بي في، ما انت بعتها تعمل سونار. لو السونار قال لك ان انت بي في اوعى تعمل بي في، هي كده كده هتموت بس ما تبقاش انت السبب، مش انت السجن سببها. طب الاكسيدنت اللي هي المشكله احنا قلنا ايه؟ سيمبتومز والساينز جنرال ابدومينال لوكال. نقول الترا ساوند الاول، نقول كده الايه؟ الانفستيجيشنز بقى. بالنسبه للانفستيجيشنز الترا ساوند طبعا هي اللي هتشخص لي البلاسينتا بالكامل. بس ايه نوع الالترا ساوند ده؟ يعني ترانس ابدومينال ولا ترانس فاجينال؟ ترانس ابدومينال طبعا تشخص ان هي بلاسينتا ابا ولا لور، لكن ترانس فاجينال اخبارها ايه؟ دي اهم انفستيجيشن في البلاسينتا بالكامل. تي في اس اعمله عادي. لك بتفحصش بصبعك، افحص برصانة ماشي. ايه اللي ازاي؟ هو تي بي اس، تي بي اس ترانس فاجينال بتخش فين؟ بتخش فين؟ اه بتخش في الفاجينا، ما هو بيخش في الفاجينا، الفالفا هيخش جوه وبعدين بتخش من السيرفكس. طب خلاص ماشي. يعني هو التي بي اس في الفاجينا. بتخش في الفاجينا، لكن صبعك صبعك انت هتخش اهو كده في الفاجينا وبعدين هتقعد كده ولا تخش اكتر؟ تخش اكتر عشان تحس، عايز تحس بايه؟ السيرفكس مفتوح وكده، فهتفصل اللي هتبص لاي تطلع صبعك هنا سي في بليدنج حصل. لكن التي في اس هو ما بيخشش من السيرفكس خلاص، فبالتالي التي في اس هنا بيتعمل. ده الموست اكيوريت في ايه بقى؟ هو ايه فايده التي في اس هنا؟ طبعا انا كنت اشوف التي اس وخلاص، فايدته بقى ان هو بيحدد بالظبط التي في اس ده. هو الموست اكيوريت ان هو يحدد ايه؟ يعمل لوكاليزيشن. يعني ايه لوكاليزيشن؟ قال لي سيرفكس اهو. فاكر لما انا قعدت اقول لك لها ديجريز، التي في اس هيحدد لك بالظبط هي كام ملي او ولا كام سنتي من الانترنالوس. كام سنتي بالظبط؟ خلاص هي على بعد كام؟ هو حاليا بيقول لك هو على بعد 2 سنتي، كان بيقول قبل كده 3 سنتي، المهم يعني 2 سنتي او 3 سنتي لو البلاسينتا تحت، يعني قريبه من الانترنالوس 3 سنتي تحته، يعني تحت اللايت على بعد 3 سنتي، يبقى كده دي بلاسينتا بيري. فتقدر تحدد لك بالظبط يعني هي وسط الانترنال اس ولا كفا ولا ايه بالظبط. يبقى احسن حاجه فوق لوكاليزيشن، عايزك تعلم الكلمه دي لوكاليزيشن. احسن حاجه تحدد لك لوكاليزيشن هي اي تي بي اس، لكنها برضه يعني لو الدكتور غشيم شويه برضه ممكن تبقى دينجرس، خد دي طبعا ما يخشش جوه خالص. لكن تي اي اس ايه فايده التي اس؟ ترانس ابدومينال تحدد بريزنتيشن، تحدد الفيابيليتي بتاع البيبي، تحدد من اول نهايه اللي انت بيبي اصلا. بس انا ما بخشش تي بي اس كده على طول، لما الاقيها الاول بس دي بخش بالتي بي اس عشان لوكاليزيشن. طيب عشان كده برضه لو هو حد خايف برضه بيعملوا، هم صنعوا دلوقتي برضه كمان الترا ساوند بقى من بره الفالف كده من على البيونيه، مش يخش جوه بقى من على البيونيه، فرنس البيونيه الترا ساوند. بس يعني اصلا احنا عندنا الاجهزه بتاعتنا ترانس فاجينال وترانس ترانس ابدومينال، هنجيب لسه جروب ثالث كمان ترانس بيونيال، فان الكلام يعني فاينانشال برضه هيبقى عالي يعني. بس ما حدش بيعمل، مفيش حاجه، انا ما شفتش ترانس بيونيال ده اصلا. ممكن ترانس فاجينال ترانس ابدومينال ماشي، في ترانس بيونيال مكتوبه كده عندكم وخلاص. طب المست اكوت 100% دايجنوستيك بقى امتى؟ بايه؟ ام ار اي 100% دايجنوستيك، بس لو تعرف شفه بيتضايق، فانت ما بتقولش ام ار اي هنا خالص. ليه بقى؟ اكسبنسيف، وانت عندك في عيادتك تي بي اس وعندك في عيادتك تي اي اس، يعني خلاص مش محتاج ام ار اي. انا بصراحه في الحقيقه بقى خلي المعلومه دي ليك كده بقى عشان تبقى المعلومه صح. ام ار اي امتى اعملها في البيرسنتال كده؟ لو انا شاكك في ايه؟ لو انا شاكك في اكيد دي حاله خطر بقى، لكن دي حاجه خطر. فلو شاكك ان في اكريتا خلاص، يبقى ساعتها بعمل ام ار اي دي اللي تكشفها بقى. لكن اعمل ام ار اي عشان شخص بس نابل ستة بيفي عاديه كده، لا الموضوع مش مستاهل، اكسبنسيف وخلاص. طيب ده بالنسبه للانفستيجيشن ديفينشال دايجنوس عباره عن فازا بيفيا، وانا اظن قلت المقارنه دي قبل كده خلاص. في طب بلاك وما تعمل بلاك. نخش في الاكسيدنتال هيموج دايجنوسيس، في نوعين الاول كونسيل وفي ريفيل. نقول مين الاول؟ عايزين مين؟ عايزين حاجه؟ طيب انت بتكونسيل
بالنسبه للكونسيل ده عكس البلاسينتا بيبيا. الفيلد بعيد البلاسينتا بيبيا تاني. فنبدا بالكونسيل ده هو ده عكسه. يعني اول حاجه سيمتومز، سيمتومز وساينز الجنرال وابدومينال والسيمتومز. سيمتومز في بليدنج ولا مفيش؟ هنا نو بليدنج. مش نو بليدنج عشان ما تبقاش غلط، نو فاجينال بليدنج. امال في ايه بقى؟ يعني ايه السيمتوم؟ في بين يبقى قاعده تتشد بس دي عندها بين نو فاجينال بليدنج لكن فيها بين. المين سيمتوم هنا هو بين. طيب حاجه ثانيه لازم اسال اهلها سؤال مهم جدا. ايه السؤال ده بقى؟ مش اشمعنى اهلها هي شد ست شد مش فايقه. لكن هنا بسال اهلها سؤال مهم جدا، هي سي دي بي بتاخد تريتمنت للبيكلامسيا ولا لا؟ سؤال مهم. مش البيكلامسيا فاكرين ان هي كانت اهم سبب ولا مش فاكرين؟ طيب فده لازم اسال اهلها هي ماشيه على علاج للضغط ولا لا؟ طب ما انا كنت اقيس الضغط وخلاص، ولا لازم يعني اسالهم؟ هو الضغط هنا اخباره ايه؟ عندك ثلاث احتمالات. ممكن تلاقي ضغطها 120 على 120، 180 على 120، 180 على 120 خلاص يبقى دي فعلا حاله اكسندر ريبوش وسببها بيكلامسيا. ممكن تلاقي ضغطها 120 على 80، هي نفس البيشنت الاولانيه بس انت بعد ما استنيت شويه ما هو فقدت بلاد فضغطها من 120 180 ل 120 قل بقى كام؟ بقى 120 80، يعني ممكن تلاقي نورمال. وممكن لو سبت برضه سي دي قاعده تنزل اكتر واكتر بس تلاقي ضغطها بقى 90 60. هي شفت يعني حتى انت تقيس الضغط دي مش اكيوت. ممكن اي فايندنج هنا تلاقيه. خلاص؟ طيب اف ال 6 شورت مش قادره تتكلم واهلها ما يعرفوش عنها حاجه خالص، هعمل ايه؟ طب انا هعرف منين هي بيكلامسيا ولا لا؟ اه بالظبط، اقوم اطالب لها بقى يبقى انا اقول ايه حد. خلاص انا بسال اهلها الاول في هيستوري بيكلامسيا ولا لا؟ هقيس الضغط ماشي طبعا اكيد بس مش انديكيتور قوي. خلاص؟ حاجه ثالثه برضه اعمل لها يوريد اناليسيس، ده في الانفستيجيشنز بقى. طيب رقم واحد بين، ثاني حاجه يبقى في هيستوري اوف بيكلامسيا، مفيش فاجينال بليدنج ده سيمبلز. طب بالنسبه للساينز جنرال الست ايه؟ شوكت. لكن بروبوشنت ولا نوت بروبوشنت؟ نوت بروبوشنت، واصلا مفيش دم نزل مش كده بس، الميكس تايب برضه نفس الكلينيكال بيكشر. فالميكس تايب هتلاقي شويه دم نازلين حاجه بسيطه بس ست شوكت على الاخر. فبالتالي هو في الميكس تايب او في الكونسيل ده نوت بروبوشن، يبقى شوك نوت بروبوشن ويز اماونت اوف بليدنج. طيب بالنسبه للابدومينال اكزامينشن بقى، هنا كل حاجه سليمه ولا مش سليمه؟ هي بطنها مشدوده ولا لا؟ مشدوده، ما هو اليوتس قاعد يتشد يتشد بالنط. هتلاقي بطنها فيها ريجيتي وتندرنس. بص مش احنا علمنا على هناك على كلمه بلنس؟ علمنا على كلمه ريجيتي. دي الكلمه اللي هي ايه؟ كي الكي وورد في الدايجنوز. اهم كلمه كده تجيب لك التشخيص. كلمه ريجيتي اسمها بورد لايك ريجيتي. يعني تشخيص اكسنتر هي مش على فكره مش صنام مش الدا ساوند. يعني شفت حلقه قبل كده السونار كاتب مفيش ريتوبلاسنتال هيماتوما وفتحناها لان هي فيها ابدومينال ريجيديتي وطلعت هيماتوما قبل كده، قصدي ان السونار ما تضمنوش، ممكن السونار ما يشوفهاش او ممكن يبقى بتاع السونار حتى مش كويس. المهم يعني انها حلقه لازم تشخصها كلينيكال، تشخيصها كلينيكال مش انفستيجيشنز مش راديولوجيكال. خلاص اهم كلمه هي كلمه ايه؟ ابدومينال ريجيديتي. وهنا ريجيديتي وتندرنس. فاندر ليفل اعلى من البيريفيرمينوي لان انت استندد. طب في ده البالس محسوسه ولا لا؟ زيين بودر لايك جيتي طوبه هتحس زي البيبي. يبقى ديفيكالت فالفيشن للفيتس، ديفيكالت اوسكالتيشن للبيبي، و70% هيكون ايه؟ مش مسموع اصلا هيكون ميت يعني 70% مثالي. طيب مال بريزنتيشنز الحمد لله الحاجه الوحيده اللي سليمه يعني. هنا نو مال بريزنتيشنز وانجيجمنت بيحصل عادي بس انا ما استفدتش كتير يعني. بس هنا ولادتها هتكون ايه؟ ولادتها ممكن تكون فاجينا العادي، ده بالعكس انا احب الفاجينا الدليفافي. طيب اللوكال اكزامينشن بقى، لوكال اكزامينشن هلاقي عادي ظن مفيش فيه مشكله خالص بس انت موجوده فين؟ فده تعمل بي في هتلاقي نو فاجينا بريدنج. طب ناخد الريفيلد، الريفيلد شبه مين بقى؟ شبه البلاسينتا بريدنج. اختلافات بسيطه جدا ما بين الريفيلد والبلاسينتا بريدنج. نشوف كده ايه الاختلافات دي. اول حاجه بيبقى فيه بليدنج بفاجينا بس ما توصفوش. يعني ما تقوليش بنلس كوزلس ريكارنت. بنلس ماشي بس مش كوزلس. هنا لازم يبقى فيه سبب. هناك البسيتا بيا ماشي بليني از كوزلس عشان الاستريتش ده بيحصل سبونتينيوس. لكن هنا بقى اكيد هيبقى فيه سبب. ليه البلاسينتا تنفصل وهي ماسكه في مكانها الطبيعي؟ اكيد فيه سبب. ايه السبب؟ زي مثلا هيستو اوف ايه؟ تروما مثلا يعني. يبقى في ريفيل هتلاقي في هيستو اوف تروما مثلا فور اكزامبل. يبقى بليدنج
في بين ولا مفيش؟ نو بين، وبيبقى في ايه؟ تيست اوف تو. طيب بالنسبه للجنرال اكزامينشن، في شوك ولا مفيش؟ في شوك، والشوك هنا بروبورشنت ويز اماونت اوف بليدنج اللي انا بوصفه دلوقتي ده. كل ما تنزل اكتر كل ما تشوك اكتر، فهنا الشوك بتبقى بروبورشنت ويز اماونت اوف بليدنج. طب ابدومينال اكزامينشن بقى كل حاجه سليمه ولا مش سليمه؟ ما البلاط بيخرج، يا في جيتي وتندرس ولا لا؟ نو جيتي ولا تندرس. فاندر ليفل كويس وندر سبيرو فاميليا، في طلقات اسمها محسوسه، في طلقات اسمها مسموعه لو البيبي عايش يعني ماشي. وحتى المال بريزنتيشنز كمان مش موجوده، يعني كل حاجه سليمه 100%. ادي في فرق تاني اهو، انا فرق ما بين الريفيلد والبلاسينتا بيبي، قارن ما بينهم. احنا قلنا هنا كوزلس، هنا في كوز، هنا كوزلس. في فرق تاني، هنا المال بريزنتيشنز مش موجوده والانجيجمنت موجود عادي، لكن هناك في البريزنتا بيبي فيها مال بريزنتيشنز وفيها نون انجيجمنت. هي فروقات بسيطه بس ممكن يسالك فيها الفرق بين الريفيلد والبلاسينتا بيبي، والفرق الاساسي بينهم ايه بقى؟ الفرق الاساسي ما بين الريفيلد والبلاسينتا بيبي ده صدق ايه؟ ده صدق، لا صدق مش صدق ايه، لا الاساسا هو الالترا ساوند هو اللي يحدد. التفاعل الاساسيه هي الالترا ساوند مش كلينيكال، كلينيكال شبه بعض ماشي. طيب بي في هعمله ولا مش هعمله هنا بقى؟ في بي في واحده داخله لك اهو، بي في ده اكسنت الهام، هتعملها بي في ولا لا؟ ما البلاسينتا موجوده فوق يبقى تعمله ولا لا؟ انت ما تعرفش انها فوق ولا لا؟ يبقى اوعى تعملها بي في، هسيبها نو بي في انتل اكسكلود بلاسينتا بي في ماشي؟ حتى مكتوبه في كتب ثانيه كده مش في الكتاب بتاعنا يعني. نو بي في انتل اكسكلود بي في بلاسينتا بي في بيكتبوها كده يعني. يبقى انت اوعى تعمل بي في للبلاسينتا بي في بلاسينتا بي في الا لما تنفي الاول بلاسينتا بي في. هتنفيها ازاي؟ بالالترا ساوند. خلاص كده؟ تمام. يبقى ده بالنسبة لل diagnosis investigations ايه في الاكسيدنتال هيموريج؟ النوعين بقى زي بعض مع بعض. الترا ساوند طبعا، بس هنا تي في اس ولا تي اس؟ تي اس هتشوف البريزنتيشن، هتشوف الفيابيلتي، كونفيرم الدايجنوزيس، هتشوف الهيماتوما. طب التي في اس هعملها ولا ما اعملهاش؟ هعملها ليه؟ طب هناك عشان بس انت قريبه مني كده فهعملها تي في اس اشوفها احدد كام سنتي، لكن هنا بس انت بعيده عني اصلا مش هعملها بقى. يعني هنا مالهاش لازمه تي في اس، يعني هنا كفايه تي اس بس خلاص. يعني هنا ترانس ابدومينال سونوجرافي ده كونفيرم الدايجنوزيس، هتشوف الهيماتوما، هتشوف الفيابيلتي، هتشوف البريزنتيشن، اعرف الفاليو بتاع الالترا ساوند كويس. طيب ايه كمان بقى؟ ممكن ام ار اي، ممكن بس اكسبنسيف برضه، هي حاله ايرجنت. يعني هو مش منطقي كده ان تجي لي حاله اكسيدنتال هيموريج ابعتها تروح تعمل ام ار اي في خمس ساعات يعني، ما بقول لك بتموت، فكلام مش منطقي اصلا يعني خلاص. فهو المفروض اهم دايجنوز هنا هو الالترا ساوند. ده في اهم من الالترا ساوند كمان بقى، ايه هو؟ ايدك الريجيديتي، هتبعتها تعمل ام ار اي، كلام مش منطقي هنا. فانت هنا الالترا ساوند كفايه قوي، وام ار اي دي دايجنوستيك 100% بس ايه؟ اكسبنسيف ومفيش تايم يعني. طب في انفستيجيشنز ثانيه برضه ممكن تتعمل، واحد لكوز وواحد لكومبليكيشن. ايه لكوز؟ مش الكوز قلنا بيكلامسيا، وقلنا ممكن الست تبقى شوكد ومش بتتكلم واهلها مش عارفين، ساعتها بعمل يو ان اناليسيس عشان اشوف في بروتونوريا ولا مفيش. طيب ايه تاني برضه؟ الاهم كومبليكيشن، مش قلنا دي اي سي؟ طب ايه بقى تشخيص الدي اي سي؟ لو عايزين انفستيجيشن واحد بس للدي اي سي، في كلام كتير عندك بس مين اهم واحد؟ اللي هو الاف دي بي، فايبين ديجريشن برودكتس. تشخيص الدي اي سي بكلمه واحده هو الفايبين ديجريشن برودكتس بي زي. والبي تي والتي تي والاي بي تي تي والبليدنج تايم والجلوتين تايم والكلام ده كله. وفي واحد تاني برضه مشهور برضه مع الاف دي بي، عارفين الدي تايمر؟ سمعت عنه؟ طيب برضه دي دايما وايه والاف دي بي، دول دي الانفستيجيشن بتاعت الدي اي سي. دي دايما اند اف دي بي بيزيدوا في حالات الايه؟ الدي اي سي. تمام خلصنا الدايجنوزس. اخر عنوان هو تريتمنت. هو تريتمنت نقطتين اتنين بس في البريسنت بيجي، ونقطتين اتنين بس في الاكسيدنت الهام، بس نقطه رقم واحد الاثنين زي بعض، الاختلاف رقم اتنين بس. خلاص تقول واحد كده ونثبتها اكسيدنت الهام مش بريسنت بيجي زي بعض. ايه النقطه رقم واحد بقى؟ عايزين نخلص في 10 دقايق. بالنسبه للنقطه رقم واحد اللي هي ثابته في الاثنين في بعض عشان ما اعيدهاش تاني في الاكسيدنت الهام، اول حاجه كده حاله بليدنج سيفير بليدنج، اول حاجه تعملها ايه؟
يعني لو نجهوا لك كده تعالى الحق ده في واحده جاوبتك عليها سيفير بليدنج في فاجينا. اول حاجه بسرعه هتقولها دكتور تعمل ايه؟ هوسبيتاليزيشن يعني تنصيب وتمستر. دي اول كلمه لازم نقولهم ايه؟ هتقولها دكتور على طول. خلاص يبقى اول حاجه هنا غاب التنصيبين تو ذا هوسبيتال. اول كلمه هتتحاسب عليها الكلمه دي. لازم نشوف الاجابه بتاعتها كلمه هوسبيتاليزيشن وفي كلمه ثانيه في الويت اوف هوسبيتال كده او اول ما تروح هوسبيتال لازم تعملها ايه؟ ريسسيتيشن اند ريسسيتيشن. شوف الامتحان دلوقتي بقى شورت كويشن هيقول لك مثلا منشن خمسه لاينز اوف تريتمنت في اكسنتال هيموش او اكسنتال. اول كلمه هيبقى عليها درجه الكلمه دي. ممكن على درجه ممكن على درجتين كمان ممكن عايز الاثنين. يبقى هوسبيتاليزيشن اند ريسسيتيشن. وبحثك بقى في التفاصيل قول بقى انت اشكال التفاصيل زي ما انت عايز. يعني ايه بقى ازاي اعمل هوسبيتاليزيشن؟ رابيد ترانسفير تو ذا هوسبيتال، رابيد هيستوري تيكينج، رابيد جنرال اكزامينشن قيس البلس قيس الايه؟ البلاد بريشر. ومين اهم البلس ولا البلاد بريشر؟ في الشوك البلس طبعا ماشي. يبقى البلس بلاد بريشر تمبريشر. المهم يعني رابيد هيستوري تيكينج رابيد جنرال اكزامينشن رابيد ابدومينال اكزامينشن عشان لو فيها ريجيديتي ولا بطنها لكس. رابيد لوكال اكزامينشن ماشي ولا لا؟ طبعا اوعى تعمل لوكال اكزامينشن نو لوكال اكزامينشن. بعد كده لما توصل المستشفى تعملها الترا ساوند. بعد كده برضه ما تنساش تبقى تدي الانشوك ميجرز. عندكم ستامبر للانشوك ميجرز ماشي؟ يعني الانشوك ميجرز تعمل ايه؟ ريست وري اشورنس تدي سيداتيفز وستيرويدز كورتيكوستيرويدز. اهم حاجه الاثنين تي بقى الاثنين تي كده اللي هم ايه؟ تونكس وترانسفيوجن للبلد. ايه تونكس دي؟ اللي هي اي في فلويدز. عارفين انواع الفلويدز؟ كريستالويد وكله. مين الاهم؟ في الجراحه قالوا لك مين الاهم؟ ولسه ما خدتهاش. مين الافضل الكريستالويد ولا الكولويد؟ الكولويد طبعا. الكريستالويد اللي هي الايه؟ محلول الجلوكوز ورينجا وسلاين دي حاجات كده اي كلام دي بس متوفره كتير. لكن الاهم هي الكولويد بقى البلازما. الالبيومين ماشي الحاجات اللي هي التقيله دي. فالكولويد اهم في الكريستالويد وفي كولويد. طيب ترانسفيوجن اوف بلاد اول ما الست دي تخش على الاستقبال على طول بقى كده كام كانيلا؟ معلومة مهمة جدا. أي حالة شفت كم؟ ثلاثة دي ثلاثة فين؟ وعلى دي اثنين واحدة هنا واحدة هنا. لا هو أنت هتجيب اثنين. ما فيش الاثنين دول بتضطر تركب بقى ماشي يبقى اثنين كانيولا اثنين كانيولا. واعمل بقى الاثنين كانيولا واحدة للبلاد واحدة للمحلية يعني سي بي سي بلاد بوك كوست ماتشنج أو إيش. ولو هي شفت خلص بقى بركب سي في بي دي حاجة ثانية بقى. سي في بي لا يعني إيه ممكن سي في بي يبقى ده ترانسفيوجن أوف بلاد. طيب اخر حاجه بدي انالجيسيك وانتي بيتيكال. دي ستامبا كده ثابته لكل الايه لاي حاله شوك. ثبتها في المنهج بقى بعد كده ما المفروض ما اقعدش اقولها خلاص. فدي انتي شوك ميجرز الحمد لله انقذنا حياتها بس الست لسه عندها المشكله عندها بس انت بيبي او اكسيدنتال هيموج. اعمل ايه بقى؟ عند الدكتور نسا بقى عشان يجي كل ده. انا لسه مش دكتور نسا ده دكتور استقبال دكتور طوارئ انقذ حياتها خلاص. طب يجي بقى دكتور نسا عشان يحدد يحدد ايه بقى؟ يحدد بقى اذا كنت هولد ولا مش هولد. ولو هولد اولد سيزيريان ولا اولد فاجينا. المفروض يجاوب السؤالين دول. خلينا في هنا بقى دلوقتي هنقسمهم بقى. احنا هناخد ايه؟ بلاسينتا بيفيا. خلصنا رقم واحد رقم اثنين بقى. لو احنا بلاسينتا بيفيا الدكتور النساء ممكن هيقول حاجه من ثلاثه. ممكن يقول لا مش هولدها دلوقتي هحطها تحت الملاحظه. بيسموها كونزرفيتيف تريتمنت. طب الاحتمال الثاني انه يقول ايه؟ هولدها وهولدها سيزيريان سكشن دلوقتي وده الغالب. الاصل في الاصل في البلاسينتا بيفيا ولاده تكون سيزيريان سكشن لانها تحت البيبي. طب ممكن احيانا يقول فاجينا ديليفري. فانا في كل واحده من الثلاثه دول محتاج اقول كلمتين انديكيشن وميثودز. انديكيشن وميثودز في البلاسينتا بيبيا نبدا كده كونزرفتيف. امتى يقول هولد كونزرفتيف تريتمنت؟ امتى؟ اول حاجه كده لما يكون مايند بليدنج نزلت اماتيوفي. لو جاب لك حاله 32 اسبوع وعلى نقطتين دم وطلعت بلاسينتا بيفيا تعمل ايه؟ تولدها زي ما تولدهاش. هتولد ليه؟ ما عليها نقطتين دم. هي حصلها اتاك بس اتاك بسيط ست جنرال ستيبل وكل حاجه سليمه ونقطتين دم ولسه البيبي 32. لا لما يوصل بقى 37 يبقى تولدها. لو نقطتين دم وهي 37 اسبوع اوكي ولد مفهوم. يبقى ايه شروط الكونزرفتيف؟ امتى ما تولدش؟ لما يكون حاجتين مع بعض اماتيو بيبي ماشي اماتيو بيبي في بليدنج يكون ايه نوت سيفير بليدنج مفيش بليدنج خالص او البليدنج ايه نازل ايه سبوتنج مايلد يعني.
ولازم برضه البيشنت تكون نوت ان ليبر اصلا، تكون جاي واحده اصلا ما تكونش في ولاده، ما لو في ولاده خلاص هتولد غصب عنها. يعني مايند بليدنج واما تيو ايه فيتس. طب يعني ايه بقى كونسرفاتيف انديكيشن وميثود؟ ايه هي الميثود بقى؟ يعني ايه كونسرفاتيف؟ مش هولد، مش هولد يعني هوسبيتاليزيشن. يبقى رقم واحد هوسبيتاليزيشن، واحد بعد كده اثنين، اثنين يعني في الهوسبيتال ماتيرنال وفيتال اوبزرفيشن. ماتيرنال اوبزرفيشن وفيتال اوبزرفيشن. في حاجه ايه؟ افويد صفر، يبقى نو ايه؟ نو افويد التروما قدر الامكان. بس انت لو حبيت المستشفى عشان تستريح يا افويد ايه؟ افويد سيكشوال انتركورس، افويد ترافلنج، افويد يعني لو صممت تروح البيت لازم تنبهها على الحاجات دي. مفيش انتركورس، مفيش ترافلنج، مفيش اي نوع من انواع التروما خالص. ومفيش ايه بقى في المستشفى لو قعدت في المستشفى؟ مفيش بي في؟ يعني مفيش بي في في المستشفى، مفيش سيكشوال انتركورس، مفيش ترافلنج، كل ده وان نو. يبقى ده معنى كلمه كونزرفت. Hospitalization, maternal fetal observation, no BV, no traveling, no section. طيب cesarean section، امتى اقول cesarean section؟ امتى اقول cesarean section؟ لو severe severe، اي حاجه severe بقى. يعني ايه severe؟ severe bleeding. واحنا جالي severe bleeding، انا ما بحاولش اعرف حتى هي بالسته بي ايه. severe bleeding دخل على resuscitation ودخل على عمليه تطول وولد. خلاص؟ فهي severe bleeding، severe attack يعني. او severe degree. severe degree يعني ايه؟ 2 بي و3 و4 فاكرين الديبيت؟ طب ينفع 1 و2 يعملها سيزيان سيكشن؟ اه ممكن طبعا، بعد لو في فيلد فاجينا ديليفري، يعني بتحاول الاول تولد فاجينا والله لقيت البيبي ديستريزد مثلا او الفاجينا اللي فيها ما كملش، اوكي وقف. ده بيديها فرصه مثلا بتاع 8 ساعات قدامها تولد فين؟ ما ولدتش خلاص ستوب وولد سيزيان سيكشن. يعني ممكن مايلد ديجري لما يكون في فيلد فاجينا ديليفري او في حاجه اسمها جنرال او ستاتيك انديكيشنز. يعني ايه في البلاسينتا بيبي في واحده ولد قبل كده قيصري خلاص هولد سيزيان علشان هي والده سيزيري. ايه في البيبي جاي بالعرض مال بريزنتيشن، طب انا هعمل سيزيان عشان هو جاي بالعرض مش عشان حاجه خلاص. فبالتالي في جنرال انديكيشنز للسيزيان سيكشن. احنا قلنا كده سيفير بليدنج، سيفير ديجري، جنرال انديكيشن او الفاجينا ديليفري لما يبقى فيلد. طب سيزيان سيكشن خلاص اهي. طب فاجينا ديليفري بقى امتى اقول فاجينا؟ امتى ست البلاسينتا بيبي تولد فاجينا؟ شروط لازم كلها تبقى مع بعضها، لازم تكون مايلد 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 ايه؟ مايلد بليدنج او مفيش بليدنج خالص، يعني مايلد مفيش يعني، المهم يعني مايلد بليدنج ما هو مش سيفير. ومايلد ديجري يبقى شرط ثاني تكون مايلد ديجري. يعني ايه مايلد ديجري؟ يعني تكون ستري ستيج 1 او 2 ايه؟ دي الوحيده اللي تولد فاجينا. يبقى واحده جايه لي مايلد ديجري وعليها شويه دم بسيط مش مشكله يعدوا مش مشكلة. او مفيش بليدنج خالص. وبشرط ثالث بقى انها تكون جايه لي اصلا في ولاده، تكون جايه لي الليبر. لو احنا مش في ولاده يبقى خلاص، يبقى انا ساعتها ايه؟ إيه هي لو بقى فول دايم خلاص ومش في ولاده وكده مفيش اندكشن في البلاسينتا بيبي. طيب ان انا اعملها سيزيان سكشن. هي لازم تكون جايه لي اصلا من نفسها كده في ولاده. يبقى ايه الفاكتورز اللي بتاثر على التريتمنت؟ بقول لك ايه الفاكتورز؟ منشن الفاكتورز اللي بتاثر على التريتمنت. انا كنت اول حاجه بصيت لها ايه في الكلام اللي انا بقوله ده؟ السيفيريتي. تاني حاجه بصيت لها هي ليبر او نوت، في ولاده ولا مش في ولاده. تالت حاجه بصيت لها هي الديجري اوف بلاسينتا بريفيا. الحاجه الرابعه اللي بصيت لها هي الماتيوريتي عشان يحدد كونسيرتيف ولا لا. دول الاربع فاكتورز اللي انا بصيت لهم وانا بمانج سيفيتي اوف بليدنج، ليبر او نوت، الديجري بتاع البلاسينتا بريفيا حددت لي فاجينال ولا سيزيريان، والماتيوريتي حددت لي كونسيرتيف ولا تيرمينيشن. صح؟ دي الفاكتورز اللي افكتنج تريتمنت. لو سالك كده منشن فاكتورز افكتنج تريتمنت، ايه انديكيشن اوف سيزيريان، انديكيشن اوف فاجينال، اي سؤال من دول ممكن يتسال. طب ما تنساش برضه ان بيها في الاخر كده بقى بعد الولاده ست لايف ولا البوست بارتم هيموج، يبقى جاود اجينست بوست بارتم هيموج. يبقى خد بالك من البوست بارتم ايه هيموج. في اولد قصدي في اولد ميثود كده مكتوبه عندكم برضه تقولها وانت مكسوف او اشطبها خالص. في حاجه اسمها باي بولر فيرشن، وفي حاجه اسمها فيليس سكال فورسبس. يعني لو عايز تقول حاجه زي كده ماشي، مش عايز مش مشكله، مش عايزين نقولها اصلا. دي اسمها اولد ميثودز في الديد بيبي كانوا بيعملوها. فيليس سكال فوس دي الاله دي موجوده عندنا في العملي، هنشوفها في العملي يعني، بس هي اصلا اله برضه مش مهمه. ايه الاكسنتال هيموش بقى؟ احنا قلنا اكسنتال هيموش نقطه رقم واحد زي البلاسينتا بيبي. رقم اثنين اولد ولا ما اولدش، ولو اولد اولد سيزيرين ولا فاجينا. هنا بس اختلاف ترتيب. يعني هنا احسن حاجه اولدها ايه؟ انا عايز اولد ايه في الاكسنتال هيموش؟
الاصل جاي فاجينا اتفقنا الست دي لو ده في الاي سي هيبقى الباجين احنا فاكر كونسامشن فبالتالي لو ايه بريدنج اقل فبالتالي انا بحب اولد فاجينا مش كده وبس لو البيبي اصلا وضعه مظبوط وشكل كافي تمام والبلاسينتا موجوده فوق فهنا الفاجينا دي اللي بقى هي احسن وسيله للولاده في الاكسيدنت ده لكن ممكن سيزين ولا انديكيشن ممكن كونسيرفيت هحطها بخط صغير خالص كده في الاخر يعني ما تبداش ليه خدت بالكم الترتيب اتغير انا بدات بالفاجينا امتى فاجينا اللي هو الاصل فاجينا يعني فاجينا امتى لما يكون كل حاجه نو مفيش حاجه يعني مفيش نو ستريس بليدنج نوت سيفير ماشي والبيبي بتاعها يكون ايه ماتيور لما يكون بيبي ماتيور خلاص والبليدنج مش سيفير والبيبي نوت ستريس ساعتها طيب البيبي لو ليفنج ونوت ستريس طب افرض البيبي ديت اولده فاجينا ولا سيزيريان اولده فاجينا يبقى انت ولد فاجينا لما يكون البيبي ديت انا احب اولده فاجينا طب لما يكون ليفنج اولده فاجينا لما يكون نوت ستريس يبقى ليف ونوت ستريس يا اما ديت يا اما قصدي لازم حاجات كلها مع بعض يعني لما يكون ماتيور يا اما ايه بليدنج يكون نوت سيفير لازم يكون مايلد بليدنج لكن لو حصل اختلال في الكلام ده يعني البليدنج اصبح سيفير اوكي وقف انا مش زيانس ده فاجينا اللي كفايه ازاي الميثود بتاع الفاجينا دي فانجوك قلتها هنا الفاجينا دي بقى الميثود ايه ازاي اولد فاجينا ايه الحاجه اللي تخلي الست يجي لها فاجينا كونتراكشن حاجه ميديكال وحاجه سيرجيكال الميديكال هي الدواج اللي بيدي بنيدين يعمل كونتراكشن هو الاوكسيتوسين اوكسيتوسين ده مع الفاجينا دي اوكسيتوسين او جايز مكتوب عنده اسمه بيتوسين هو بيتوسين هو الاوكسيتوسين اسمه بيتوسين طيب ايه تاني هو ايه الحاجه اللي سيرجيكال لما اقفش للاميتيك ساك للبيشنت الميه تنزل يزيد الكونتراكشن فتولد بيسموها ايه ارتفيشال رابشر اوف ميمبرين طب بوستا جلاندينز بوستا جلاندين بخط صغير كده لو انا هعمل اندكشن يعني او ممكن بوستا جلاندين لو انا هبدا الولاده خلاص كان جاي لي ولاده يبقى اقويها بالايه بالاكسجين بقى خصوصا هو ده الاهم ارتفيشال رابشر اوف ميمبرين في حاجه ثانيه اهم من الكلمتين دول بقى اللي بيبدا الولاده هو البوستا جلاندين بس اللي بيكمل اوكسجين لا في حاجه بقى اهم هو ايه الشرط الاساسي عشان اولد فاجينا تخيل واحده عليها بليدنج بس مش مولده فاجينا لو لا ينفع اصلا يعني انت مقتنع بالكلام بقى عندهم اه مفيش مشكله ليه بقى بس نسيت وهي سولد بيكون معاهم ايه سي تي جي يا سي تي جي انت عشان تولد واحده زي لازم عندك سي تي جي يعني شوف بقى الفيدال هارت ريت خلاص فانت بالتالي لازم تولد يكون معاك سي تي جي فبالتالي احنا عندنا كل الحالات بتولد سيزاري خلاص فهنا لازم يكون في افيلابل سي تي جي يبقى شرط الفاجينا ده يبقى معاه بيتوسين في شرط شوف من بين وسي تي جي او دي بوبا طب سيزيريان سيكشن امتى سيزيريان الشروط بتاع سيزيريان ليفنج فيتاس سيفير بليدنج يبقى ليفنج فيتاس سيفير بس ليفنج ماله قلنا ليفنج نوت ستريس ده هنا ليفنج ستريس ده هنا يبقى ليفنج ستريس حاجه ثانيه سيفير بليدنج ساعتها بتعمل سيزيريان لكن الاصل في الولاده هي فاجينا ديلتا اوكي وهنا ليفنج وستريس حاجه ثانيه سيفير العكس يبقى لا طيب بالنسبه للكونسيبت ممكن كونسيبت بخط صغير زي ما قلنا عشان في ناس كتير مش بتحب الحته دي بس مكتوب عندنا في الكتاب فانا نقولها عادي كونسيبت بخط صغير امتى اعمل كونسيبت قلنا كونسيبت يعني هوسبيتاليزيشن بعدين الاوبزرفيشن في الاوبزرفيشن افويد تروما يعني ماشي افويد تروما طبعا طب هنا بقى ايه كونسيبت تريتمنت اعمله امتى نفس الشروط بس الشروط دي بقى ان يكون اماتيور بيبي وهنا البليدنج مش موضوع مايلد مايلد وقف يعني واحده حصل لها نقطتين دم بس وقف خلاص اوكي ماشي لكن لو مايلد ومكمل مفيش اكسنت ده مش بتكمل يعني لو حصل لها نقطتين دم ووقفوا خلاص اوكي بقى مايلد بليدنج وستوبت الحاجه الثانيه يكون اماتيور بيبي ساعتها اوكي ماشي ممكن نحطها تحت الملاحظه طب افرض البيشنت كونسيلد كونسيلد مفيش فيها ديجريز كونسيلد تساوي سيفير يعني حاله كونسيلد اكسيدنت هيموس تساوي سيزيريان سكشن كل تاخير هنتاخره هيحصل ايه الريتوس بتاعها بيبوظ خلاص هتفقد الريتوس مش مشكله البيبي مات بس الحقها برضه يبقى هنا دلوقتي الكونسيلد اكسيدنت مش افضل حاجه هي ان انا اولد ايه سيزيريان سكشن عشان الموضوع كله بس باين فاكتور عشان ما تفقدش الريتوس بتاعها ما تنساش ان انت بعد الولاده تعمل تريتمنت للبوست باطا فيموش تعمل تريتمنت للدي اي سي ايه علاج الدي اي سي
انا قلته قبل كده العلاج الدايسين احسن حاجه تديها الفايبريشن على طول اسمه ايه ده اسمه كايروسيرتيت مش متاح ندلها فريش بلازما مش متاح يبقى ندلها فريش بلاد ترانسفيوجن خلاص في وسيله قديمه في التريتمنت اللي هي معموله في المتحف اسمها مش احنا قلنا في جاربوفليير ايه العمليه اللي معموله في المتحف هيستريكتومي ان تو يعني بيشيل اليوترس بالفيتس الدد على طول يبقى زمان كانوا بيشيل الفيتس اليوترس بالفيتس كده من غير ما يفتح اليوترس اسمها هيستريكتومي ان تو تو ده بالنسبه للاكسيدنت خلصنا احنا عايزين نخلص ربع ساعه بقى مش هلا مش هلا